شيرين رفيقتي من زمان كتير واحنا صغار بيبي هالقد، وكمان خطيبة تخي جونسي ومعه مصاري كتير كتير كتير. شو يعني مليونير؟ حبيبي انت بتاخذ العقل، احلى شي بحياتي وفي عيوني انت. لكن قولي لي مين بده يدفع حساب الغدا؟ انا على الحميد المجيد. اكيد خطيبة لصاحبتي شيرين. اوبس، شو صار؟ الهيئة في فرد فقعي، دايما حرشتيني دايما حرشتيني. هيدا الدكتور الحمار كل مرة بيقول له ما تنفخن هالقد ما تنفخن على القد، بيقول لي لا 2.8 أحلى بصير مثل الفور ويل، هني لازم 2.1 وأنا مع الحرب فقع بفقع دخيلك. ها شيرين، أصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا أونت؟ أنا ما بقعدش غير مع الأغنياء وبس. حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم، قيمهم على اخلاقهم. ولا اخلاق ولا بتاع، انا بقيم بالعربيات، اقل من بورش ما بقعدش. انت مش شايفه الكابروليه اللي انا جاي بيها؟ انت عارفه انا دافع فيها كام؟ اوف، صرت عارفه، قلت لي اياها شي 500 مره. لك حبيبي، روبر رفيقتي من عيله كتير كبيره، هاي. هاي هاي، بس اكيد مش اغنى من عيلتي، انا ماشي. عمرك شفت حد فيه شنطه فلوس وراه؟ دي مليانه ما شاء الله. هاتي يا بت، هاتي، هاتي، انت يا ابني، رج الفلوس لا تعرق في الشنطه. تعالى ما نشوف صحابي. هاي بونجور. هاي حياتي، كيفك؟ سبا الحمد لله. هاي كيفك؟ هاي، بحب اعرفكم، هيدا عمر خطيبي وهيدا تامر خطيبة لشيرين. ما فيني خبرك يعني رجل اعمال كتير مهم بمصر وهلا عايش هون ببيروت. وغني غني موت. وغني غني موت وكتير مهضوم. اهلين، نايس تو ميت يو مستر تامر. اهلا حبيبي، اهلا اهلا اهلا. طبعا عمر، ما فيني خبرك انه استاذ تامر من عائله كتير مرتبه، بحب اللبنانيه كتير وبقدر مواهبهم كتير كتير كتير. اهلا حبيبي، اهلا، تشرفنا. اهلا وسهلا. ايه ده، سبحان الله، لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح؟ لو سمحت هفهمك، اقفل وافتح على طول. وريني وريني، يلا يلا. هو يخرب بيتك عمر عجرم، اخبارك ايه؟ يا خبر، تامر حمدي السبرسجي يخرب بيتك. وينك يا راجل؟ ايه يا معلم، السبرسجي ايه؟ انت لسه فاكر؟ انسى بقى الكلام الفاضي ده. انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون، من اكبر العائلات. شو عائلة؟ هيدي اوطى عائلة بمصر. شو اخبار اخوك النشال؟ سيد محبوس بس هيخرج ان شاء الله. انت اخبارك ايه واخبار عيلتك؟ لسه معفنين وبكح تراب من الفقر ولا عاملين ايه؟ معفن؟ شو معفن؟ انا دكتور. يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل؟ بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون. اهلا اهلا اهلا. الله يزيدك. الله يخليك. شو اخبار الحاجه؟ خرجت من السجن حبيبي؟ حاجه ايه وبتاع ايه؟ هقوم لك تاني يعني، ما انا كنت لسه عندك. تعالى. ايه حاجة فيه وبتاع ايه وسجن ايه؟ انسى بقى، انسى الموضوع، اختلف. تقدر تقول انت محتاج فلوس، عايز اي اؤمر فلوس فلوس يا ابني، فلوس فلوس، عشان بس الموضوع بالنسبة لك يبقى مش عارفهم كام. خدي، احنا تشرفنا يا انس. هيدي لإلي؟ طبعا. ميرسي شيرين. اهلا 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 يا شيرين. مش معقول احلى حاجة حصلت النهاردة، عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنة. الله يديم المصاري، قصدي الله يديم المحبة. صدقيني يا بودي، تامر من أوفى الأصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتك. حبيبي حبيبي، على فكرة احنا لازم نخرج كتير. رش، أنا سلمت كتير. رش رش، سكتي إيدين الناس، معرفش غسلينها ولا لأ، حاجة صعبة قوي. ما بشوفش حاجة ليه يا متر؟ متر اهلا اهلا، نور يا عمور. اهلا وسهلا فيك مسيو تامر. اهلا اهلا، عن جد بيروت نورت كتير. منوره باهلها. اهلا يعني، هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك، بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 باي. يا جماعه احنا لازم كلنا كده، اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي لنا دي تومي. نعم. اوكي، بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. اللي هو كيفك؟ ماشي حالي. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحبها لمصر طبعا. عمر ايه منيلة ايه؟ لا اساسا ولا كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيره انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللطيف ده. بس انا خايف يعني تكون انت متضايقه انك خرجتي معايا عشان شيرين انتينك وكده. شو شيرين انتيني؟ يا بحياتك كانت انتيني شيرين، انا ما بحبها اساسا. لسه كتير بتغار مني ولقيمي لقيمي لقيمي يعني. سوري اذا عم تحكي عنا هيك هلا. لا 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 لا، تحكي ايه؟ ده انت تحكي زي ما انت عايزه، دي شخصيه زباله اصلا، وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابه من الاخر. بوبي
انا من يوم ما شفتك يا بني مش شايف حد في الكون، صدقيني كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي، هقولك كل حياتي مهني. عن جد؟ عن جد؟ طبعا عن جد. انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله، طب انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس واوعى يشرين طز في الناس. في الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكره الارضيه تحسي بموقف البيت كبير؟ ده انا مليهولك في 10 ايام. كتير مبسوطه كتير. الحمد لله يا حبيبتي. انت مش جعانه صحيح؟ انت عارفه كتير جعانه كتير. معقوله؟ وليد ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء، ايه رايك؟ كتير رومانسيك. شفت عزي قبل كده؟ اعطيني الشوربه، انت مستهبس، روح هات الشوربه. معقول؟ اتفضل يا بموت عليا نقول. بسم الله بسم الله بسم الله. طب بما ان يعني احنا عايشين في ارض كتير ومنسيين. كتير حلوه. انا حابب اقول لك سر كتير حلو. قولي. انبسط فيه كتير. قولي. تعرف ان انا مستحيل بجد؟ تتكلمي بجد؟ مش هتبقى بجد. ليه؟ واخده بطولات سباحه مثلا؟ عندي عوامتين بنتيكم اربع مرات في السنين. طب خلاص، هو انت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في البسين، ده احنا في البسين. بوبي 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 اطلعي خلاص نفسك يا ماما، ده انت غطاسه رهيبه. بوبي البيت ماتت ولا ايه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. وين ده عم ابراهيم بسرعه هو واولادي ينطوا في البسين يدوروا على البيت؟ بوبي اتحرقي بقى، انا جعان. هتعطيني رياضه ولا انت تسيبك منها؟ هاي هاي هاو ار يو فاين؟ منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي ها؟ وقلتوا في ليله امانيا؟ لا لا للنهارده لا. انا هضطر احبطكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبه لكم هيبقى قطع عيش للامانه يعني. النهارده اخر ليله بالنسبه لي في العزوبيه. بكره ان شاء الله هتجوز ست مش عايز اتكلم عليها كتير، بنت بيت، بنت اصل، متربيه، هتنسيني كل التفاهه وكل السفاله اللي انا عشتها في حياتي اللي انتم منها طبعا. هبتدي اكون راجل محترم، وبالتالي هكون في بيتي محترم، بيتي هيبقى ليه تقاليد، ما عنديش زيارات، مش عايز حد فيكم يتكلم في التليفون لان اصلا مش هيبقى فيه تليفون في البيت، هو تليفون واحد من 9 لـ10 وللمقربين قوي، فيا ريت ما تحرموش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى مش ليكم، بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه، بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره انا عامل ايه في بيتي. هضطر اطردكم، انا اسف. يلا جو اوت. يلا بره 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 بره، كل الثور اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت، يلا قومي. قاعده ليه؟ ما كلهم خرجوا، ده انت رخم قوي. يلا في داهيه. بيت كده ينضف يبقى فيه ست وفي راجل، ومش راجل عادي، سيد الرجاله. توكلنا على الله. الى الجواز. انا يعني مش هبقى قاسي للدرجه دي، هحبها بس الاصول اصول، هتشوفوا الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا بوبي، والله والله يا بوبي وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا. حياتي بس مش عجباني بوبي، خسانه وهفتانه وعدمانه. ايه معك حق حبيبي، انا بغير المقاس 4 مرات في السنه مع كل فصل قياس شي. هتوحشيني حياتي. وانت كمان يا روحي. بعد مره. باي. بوبي ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الأخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي. يعني إيه كوزين؟ ابن خالتي سهيل. سهيل بس سبحان الله، لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. إيه ما إنه كان بأستراليا وهلا رجع، بس مخانق مع مرته، عنده مشكل كتير كبير، كنت عم حل المشكل. طبعًا طب بس بذمتك حد يحل المشكل؟ الساعة 4 الصبح. شباك تامر شباك؟ لا مفيش حاجة، أنا بتناقش معاك. بدك تحنقني شي؟ لا أخنقنك شي ليه؟ ده أنا أعمل لك بطيخ، إحنا بنتكلم عادي. إيه سهيل؟ سلمي لي على الجيتار. ايه حبيبي، اعمل لي ميس كول بليز وقت توصل على البيت. بيزو بيزو وداع.
دلعوا بيزو غير سهيل؟ انا مش فاهم عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ؟ شو بيك؟ ولا بيك ولا زفت. شو بتخبل؟ شو بتهبل؟ وانا يا دلي يا دلي على هالغرفة وانا يا دلي يا دلي على هالدرج نطت نطيت شو هالمسحة وانا هيدي جوزك؟ ايه يا دلي يا دلي يا دلي يلا حبيبي رح اشتاق لك كتير كتير وانا كمان لا مش حنبوس حنبوس هالباب يا دلي يا دلي على هالباب بوبي ممكن اعرف مين الافندي اللي بيلحس الابواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي وانت ليكي كم كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني، كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتي وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تامر شبيك بدي اعطيك ليستا يعني باسماء كوزين تيتي؟ حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش كان عنده مشكل مع امي عم بحل له المشكل ما في شيء يا حبيبتي انت وكوزنتاتك على راسي من فوق وربنا يخليكي وتحلي مشاكل اهلي ما في شيء بقى كده قومي اعملي ليموناد حاضر 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 ثلاث معالق السكر عيوني لسه قاعد معاكي حالك جاهز في الثلاجه عندك لا مش شيء تعصيب اسهب وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مسكول اوكي حبيبي بيزو 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 انا كده عرفت انت بتعز سهيب اكتر من سهيل لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو ده قلت له 5 بيزو انا بحب البيزو مع اني مش عارفها بس قشطه يعني فرفشي بقى كده فرفشي انت بتبرقيني كده لان اقوم اعمل لمو امي كتير انبسطت فيك اليوم والله حبيبه قلبي مرسي مرسي كتير انك اجيت ان شاء الله رح نتكرر اكيد اكيد والله مشتاقين كتير بعرف انا كتير مشتاقة يلا باي 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 حبيبتي باي باي حبيبتي باي باي بوبي نعم شو شو في بوبي 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 ما في عندك غير بوبي دخيلك فوت نام يطلع مين ده ان شاء الله سويل ولا عقيل ولا مين بالظبط شهاب جوز خالتي طب يا اختي اقفل الباب وتربسه ولا في وفد جاي نستقبله لا خلاص تربسه حبيبتي انت وحشاني انا متعصب لانك وحشاني انت مديه كل وقتك لاهلك افضيلي شويه تامر عن جد كتير تعبانه مش قادره احكي ولا كلمه حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه اخدك في الساحه يومين في اي حته واموري ايه يا هانم ده ايه اللي انا شايفه بعنايه ده شوفي انت بتخونيني يا بت شو بخونك جنيت انت شيه؟ جنيت انت شيه؟ بتلعب المزرعة السعيدة مع شاب غريب في وسط الليل؟ وبالايبات اللي انا جايبهولك بفلوس يا خاينة؟ لا انت عن جد جنيت، انا شريبي اشرف منك من اهلك كمان من اهلي وبترمي الايبات؟ طب تعالي بقى، انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه واطية لا تعالي دخيلك بطمر مطنيش ده انا هممطك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول لا دخيلك استني قبل ما تمشي، انت طالق طالق فاضل كام واحدة كده؟ واحدة طالق يلا غوري بالسلامة بطمر مطنيش قرف تتخينك راجل طالع راجل نازل مش مداني وجودهم اللي مداني ما فيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى استغفر الله العظيم يا رب طلقت الولية أونطة
مجنونة ليرة يخرب بيتك تقبرني هالعيون لك تخيل الله شو جمالك شو جمالك ارفض المشي الشمال تنهيت وحشة ورجعي بوبي عشان وحشاني وحشة ارفض المشي الشمال تنهيت وحشة ورجعي بوبي عشان وحشاني وحشة يا خينا يا بوبي يا وحشة يا بوبي يا خينا يا بوبي يا وحشة يا بوبي لما فضيت ضيوبي فلقتي يا بوبي يا خينا يا بوبي يا عيب الشوم يا بوبي يا خينا يا بوبي يا بشعة يا بوبي لما فضيت ضيوبي فلقتي وحياة امك وحياة امك ما نخليك البلد اعمل فيك ايه اعمل فيك ايه يا اخي انت ايه انت بلوى انت ما بتحسش طول النهار ماسك مفك قاعد تخور لي في الحاجات لغايه ما هتخليها تبوظ كل الحاجات دي باظت انت ايه يا اخي معلش يا بابا مش هعمل كده تاني خلاص وديني وما اعبد لو انت اشوفك تاني ماسك مفك ولا ماسك جهاز تاني انا هرميك في الشارع انت فاهم لا من ناحيه دي اطمن 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 عليه لان ما فيش ولا جهاز باقي عشان ابوظه كله باظ بصراحه كله باظ يخرب بيت شيطانك اعمل لك ايه الكاسيت باظ والسخان باظ والمروحه باظت امال ايه تاني ايه تاني بوظته الوكمان 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 عملت فيه ايه الوكمان صراحه ما عرفتش اكسره فرميته في الزباله رميته في الزباله اعمل فيك ايه اعمل فيك ايه انت عايز تموتني انت عايز تموتني وتجيب اجلي ارى عنك يا بابا بعد الشر حبيبي يا ابني حبيبي يا طب هو ينفع نص جنيه اشتري مصاصه نص جنيه في عينك مصاصه تقيلة تقيلة انت لازم تترمى في الشارع عارف ليه عشان تعرف قيمه البيت عشان تحافظ عليه وتعيش فيه كويس انت فاهم لا والنبي يا بابا حتى ده انا عندي 8 سنين يعني خليني اقعد سنه كمان انت عايزني استحملك سنه كمان انت هبل ولا مجنون عشان السنه الجايه اجي الاقيك شايل لي حلقان البيبان وتقول لي حلقان البيبان باظت هو حلقان البيبان اغلى مني اه طبعا لانها خشب زان انت فاكرها ايه خشب مسكي بقول لك ايه اطلع بره اطلع بره طب اصلح لك الغساله واقعد بقول لك ايه يا عبد العزيز انا عايز اقول لك حاجه يا ابني العلاقه اللي بينا انتهت ما عادش في عيشه بينا لان كفايه قوي اني استحملتك 8 سنين متواصل 8 سنين متواصل ايوه 8 سنين متواصل وانا ابنك ولا بشتغل عندك بعدين ده انت نسيتني بدري بدري يا ابني اسمعني يا ابني انت من يوم مامك ما ماتت وهي دبستك فين اعمل فيك ايه بقالي 8 سنين قاعد الف على حوالين نفسي في البيت بسببك امال لو قعدت 12 سنه هتعمل فيا ايه بقول لك ايه اتفضل اطلع بره وانت ما ينفعكش الا الشارع عبد العزيز انت فاهم يلا الشارع يا عبد العزيز طب انا عايز النص جنيه بتاع المصاصه اوت 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 جبتها منين دي يا بابا انا بقول لك اوت اوت ده انت بتشتغل كونسري عموما نو بروبلم نو بروبلم امشي يلا اطلع بره بابا نعم نعم يا حبيبي نص جنيه بتوع المصاصة امشي يا ابني اعملي بس يا رب بعد اللي ابويا عمله معايا انا عايز اشتري مصاصة انا حاسس
وهي ساعتين ثلاثة كده وهيعطف عليا. مش معقولة يعني أب هيسيب ابنه وهو لحمة طرية زي. تمام. ايه ده انا جعان قوي. ايه ده يا ست نجوان؟ ست نجوان ست أيوة نجوان ايوه ست نجوان. في الاكل قلتي لي هتعملوه. حاضر حاضر 10 دقايق. ربنا يخليك ست نجوان. ست أيوة نجوان ايوه ست نجوان. النبي حطي لي مخلل للترش عشان بحبه. حاضر عينيا. حاضر ست نجوان. ست نجوان ست نجوان. النبي العيش قمريه شويه بس على اللي بحبه متسخن ده. الله يخليك ست نجوان. ست نجوان ست نجوان. والنبي ربع رغيف بس عشان انا عامل دايت. شكرا. حاضر. جيبيش كتير يعني. حاضر. شكرا. الحمد لله الحمد لله. ابلة سلوى ابلة سلوى ابلة سلوى. ايوه ايوه. فين صينية الكنافة اللي قلتي لي هتعملها لي؟ 5 دقايق وهحضرها لك. حاضر. ربنا يخليك. ابلة سلوى ابلة سلوى ابلة سلوى ابلة أيوة سلوى. عايز ايه؟ النبي لو سمحتي زودي العسل شويه عشان بحب العسل كتير على الكنافة. طيب يا اخويا. شكرا قوي. قبل سلوى قبل سلوى يهو قبل سلوى. في ايه؟ والنبي اقطعها لي حته من اخر الصينيه المقرمشه دي عشان بحبها. ماشي يا اخويا. شكرا قوي. حاضر. قبل سلوى قبل سلوى. في ايه؟ ما انا واقفه اهو. النبي بعتي لي معاها ميه عشان ساعات العسل بيحشرك في زوري من الكنافه. حاضر حاضر يا اخويا. حاضر. شكرا قوي شكرا قوي. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. ايوه يا ابني. عم بيرم. ايوه يا ابني. بتعمل ايه؟ بتكوين القميص بتاعي ولا نسيت؟ عم بيرم بتكوين القميص ونازل اهو. ربنا يخليك. شكرا عم بيرم. العفو. الله يخليك. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. النبي انا بص يعني وانت بتكوي حط فودره عشان ممكن يتلسع ولا حاجه. احط فودره. حاضر. شكرا. حاضر. عم بيرم عم بيرم. النبي يعني خلي بالك التطبيقه بس ما تنعكشوش. الله يخليك. ما انا داخلك من هنا اهو يا ابني. شكرا عم بيرم. شكرا. عم بيرم عم بيرم. وانت بتبخ والنبي ما تبخش ميه كتير عشان ساعات القميص بيطلع مندي كده. حاضر حاضر. شكرا حاضر. شكرا. ربنا يخليك ربنا يخليك. ايه ده ابويا اتاخر ليه كده؟ ده اتاخر دلوقتي فوق ال 15 سنه. ملوش حجه لا مواصلات تعمل كده ولا الزحمه ولا اي حاجه. عم بيرب عم بيرب عم بيرب. القميص وصل. متشكر قوي. العفو. ربنا يخليك عم بيرب ربنا يخليك. متشكر قوي. ابويا فين؟ كل ده تاخير 15 سنه. بابا 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 بابا. السلام عليكم يا عمنا. عايز اروح شارع عبد العزيز. هو ده شارع عبد العزيز. عايز نمره 15 قدام. شكرا. يا رب بارك في البضاعه الصيني 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 الصيني. يا رب ولا ماركه تانيه تتباع الا الصيني 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 الصيني. يا رب المخازن مرطرطه بضاعه كلها صيني 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 صيني. حبيبي 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 حبيبي. مساء الخير. مساء الخير. ايه يا جوده مش فاهم؟ مش كذا مره بتيجي تلاقيني اعمل الطقوس الصيني عشان البضاعه تتباع؟ ادعي معايا يا رب بيع لنا كل البضاعه الصيني 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 الصيني. كل الماركات تقف الا الصيني 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 الصيني. بس ما تدعيش ما تدعيش. صيني صيني صيني. ايه اللي جرى النهارده؟ ايه اللي جرى يا جوده؟ مفيش اي حد دخل علينا لا بثلاجه ولا بغساله ولا بمكوى ولا ميكروويف. هو في ايه؟ لا مفيش مفيش. احنا اتحسدنا. اتحسدنا؟ لا احنا متحسبناش. انا عارف دي مؤامره دنيئه لكل اللي بيتاجروا في الادوات الكهربائيه. انا عارف. انت عارف ياض يا جوده انا اتولدت في الشارع ده. اول جهاز فكيته وبوظته وصلحته كان هنا في الشارع ده. اول مره اتقبض عليا وعملوا لي محضر واتضرب على قفايا كان في الشارع ده. وبعد كده كلهم اول ما لقوا الشارع حاله ماشي جم فتحوا وعملوا فيها معلمين وفتحوا محلات. لا بس في الاخر في الاخر لا يصح الا الصحيح. لا يصح ايه؟ ما تشوف حاجه تخرج من التوريطه بتاعت السين. اي حاجه بنفس المعنى. خلاص لا يحق الا الحقيق. لا يحق الا الحقيق. ما تكلمش ياه. بصراحه بصراحه اذبح ايه؟ بتحن بتحن للزفت. بقول لك ايه؟ انا حاسس ان احنا في حد يعني بيحاربنا. بس مش مشكله احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا
باذن الله وكل البضاعه اللي عندنا هتتباع. اللي هي البضاعه ايه؟ السين سين 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 سين. يا رب بارك في البضاعه. سين 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 سين. يا فاشل عرض الكهربائيه. تفتكر الشتيمه دي مين يا واد؟ ومين هو عرض الكهربائيه؟ لا مش احنا مش احنا، ده محل من المحلات اكيد بوظ لها الجهاز، ما انت عارفهم نصابين. ايوه فشله ومتاخرين، بس احنا مالناش دعوه، احنا بتوع ايه؟ سيني 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 سيني. يا رب خلي. اه يا نصاب يا فاشل، واديني ما انا سايباه. انا ولا انت؟ ايه ده ايه ده الكلام ده ليه انا؟ لا يا مدام انت غلطانه في العنوان، غلطانه. انا لا فاشل ولا صايع. انا ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ده انت فشل وستين فشل كمان. يا جماعه انتوا ليه دايما تكونوا كل الناس تقول عليا فاشل مع اني اهم من كده بكتير؟ هو انت في افشل منك؟ ليه انا عملت لك ايه؟ الشاكوسي بتاعي لسه بايظ. ايه؟ الشاكوسي بتاعي. ايه ده؟ دي انا فاكرها غلطت اول مره. اه الشاكوسي بتاعك حضرتك، ما اسموش شاكوسي، ده مش موضوعنا، انا مش هربيك من اول وجديد، لكن 100 مره قلت لك ان الشاكوسي مش نافع مع السباكه اللي عند حضرتك في الحمام، وانت مقاوحه. اعمل ايه؟ وانت مالك انت؟ انت مالك؟ لا اله الا الله يا ست يا ستي. وبعدين مش لازم شاكوسي، يعني ايه عايزه انعاره؟ ما تتنيله في اي دش وخلاص. انا مش فاهمك بصراحه، فلوس واديني محاسيبك. يا لهوي انت صوتي من ايه؟ يا خرابي في ايه يا ولاد؟ يا نصاب، هو انا بوظت لك ايه؟ الشاكوسي. لا ده واضح ان هي بتحب الجمله كده، فاهمني؟ هي مش عايزه تستحمى فيها، هي بتحب تقول اسمه وغلط. اجربها لك؟ اجربها لك. بص يا مدام، بص يا مدام، احنا اول حاجه هننقذ الموضوع، حنفية السخن هنوزيها مع التانية عشان الاثنين يوصلوا لايه؟ للشاكوسي. شفت؟ شفت هي؟ الله 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 الله. ايه يا ابو عزيزه فاشل، عامل قلق ليه انت والتعويذه اللي معاك؟ هو كل يوم خناقه ولا ايه؟ صبح وظهر وليل وبين الوجبات في ايه؟ يا ساده ظريف، وانت مالك؟ ايه اللي دخل علينا ده؟ بتاع الثلاجه اللي في المحل اللي جنبينا. صدق بالميل. يلا عايز ايه؟ وانت يا حلو، انا مش قلت لك تعالي لي من الاول؟ رايح العب عزيزي الفاشل؟ لا يسرق الزبون يا نهار اسود. لو سمحت لو سمحت الزبونه دي بتاعتي. بقول لك ايه، احنا نروح بقى على الاسم والظابط نشهدوا على الكلام ده. قبل الاسم اثبت لك ان الزبونه دي بتاعتي وبقى انا بتعامل معاها. اوعى ايدك، مش حضرتك تتعاملنا مع بعض وبالاماره. بوظت لك حاجه مهمه في عندكم، اسمها ايه؟ الشاكوسي. سمعت؟ انا بوظت لك الشاكوسي. اه والله انا مش رايح اسم، لان في حاجه مهمه قوي. انا مستني ابويا بقى لي 31 سنه، المفروض انا مشيت وهو جه في الثانيه دي، اعمل ايه؟ ابوك بقى يا حبيبي لما يجي يبقى يجي يضمنك من الاسم ان شاء الله. طب يرضيكي، بعد العمر ده كله يجي اول حاجه يعملها يضمنني في الاسم، وكل ده عشان ايه؟ وانا بوظت لك حاجه؟ بوظت لك ايه؟ ايوه الشاكوسي بتاعي، حرام عليك. انت بتضحك على ايه؟ انا مش رايح الاسم، واللي عندكم اعملوه. لا هنروح الاسم. هنروح الاسم؟ مش رايح الاسم؟ اه. طب واديني اللي لبسك قضيه تحرش، وجيرانك هم واقفين وشاهدين. شاهدين ولا مش شاهدين؟ اه اتحرش. انا اتحرشت بيها؟ اه خلاص، طالما اتحرشت التحرش دي قضيه، اتحرش بقى بيها. اه ما تحترم الرجاله اللي واقفه. هو انت راجل واحد، انت بتكتر نفسك ليه؟ انا هاجي معاكم واللي عندكم تعملوه. يلا. انا عارف انا مين، والشارع ده كله يعرف انا مين. ولا اعمل التعويذه عشان الرزق يمشي. ها لحد ما اجي لك، اتفضلي على الاسم. بس قبل ما نمشي النبي، انا بوظت لك حاجه. الشاكوسي. الشاكوسي. يابا يابا رامي. يابا يابا احفظ المحل اللي كله السين 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 السين. تمام يا فندم. نعم يا باشا. يا باشا الراجل ده بوظ لي الشاكوسي. بوظ لك ايه؟ بوظ لي الشاكوسي. شاكوسي؟ طيب انا ست مختلفة يا فندم، في حاجة اسمها أصلا اسمها شاكوسي حضرتك؟ دي ست أنا اكتشفت إن هي اللي عندها حمام ولا بيت أصلا، ومهووسة مهووسة بموضوع الشاكوسي ده، والراجل ده كذاب وبيقول شاهد على أي حاجة وهو ما بيشهدش في الحقيقة أبدا. أنا مظلوم حضرتك، مفيش أصلا قضية. وبعدين الجو دوت، أنا لا صيني ولا حاجة، أنا راجل عادي، بس أنا بشتغل في المنتجات الصيني مش أكتر يا فندم. ده عبد العزيز أشهر واحد في البلد يبوظ الأجهزة. انت عبد العزيز اللي بتبوظ الاجهزه؟ لا وبعرف اصلحها يا فندم. سمعتي سمعتي بصلح. اتفضل يا عبد العزيز. اتفضل. ايه هو ده؟ اوعي هتشوفي دلوقتي ايه هو ده. ده ايه اصله ده؟ اتكلم بقى مع الضابط. تحت امرك يا فندم. اسمعني كويس يا عبد العزيز. تحت امرك يا فندم. انا العقيد سمير عبد الحميد، ضابط في جهاز حساس في الدوله، واحنا عايزينك في مهمه رسميه وخطيره جدا جدا جدا. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل يا عبد العزيز. اقعد يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بص يا عبد العزيز، ايوه احنا اكتشفنا جهاز تجسس خطير جدا مزروع هنا، وعايزين يتجسسوا علينا، واحنا اكتشفناه بصعوبه بالغه وعايزين نبوظه. حضرتك انت بتهني بسمعتي، انا راجل بصلح وراجل اسطف. شوف ايه بيبوظ يا فندم؟ انا عمري ما بوظت حاجه. يا عبد العزيز هم لسه بيسمعونا لغايه دلوقتي وبيشوفونا من خلال الجهاز ده. حضرتك انا لو بوظته تشهد لي ان انا بعرف اصلح عشان اكل عيش ما يقفش. حاضر يا عبد العزيز. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. اكيد حضرتك سمعت عني، واللي وصل لك السمعه حاقد
وقال لك بيبوظ بس. انا بذمتك ببوظ حاجه؟ اه بتبوظ. ببوظ ايه؟ بوظت لي الشاكوس. الله يقطعك انت والزفت بتاعك. اهدي شويه يا ماما. يلا يا عبد العزيز. يعني انا بوظه يا فندم؟ طبعا يا عبد العزيز، عايزين نخربه يا عبد العزيز. حالا حالا. خربه لنا يا عبد العزيز. بس اديني شهاده من الداخليه ان انا قسطه وبعرف اصلح عشان سمعتك. يا عبد العزيز. اتفضل يا عبد العزيز. طب ممكن شويه تشجيع عشان ابوظه؟ حاضر عينيا الاثنين. يلا بوظه يا زافي. يلا. يلا يا فاشل. بوظه يا غبي. بوظوا يا عبد العزيز. يا عبد العزيز يا غبي. بوظ الجهاز يا جماعه. يا جماعه اهدوا. يعني التبويظ ده الطريقه ديت بتاعه التشجيع السلبيه انا ممكن اطوره اكتر. انتوا لو قلتوا لي صلحوا صلحوا لوحدي هبوظ. حاضر يا عبد العزيز، هنشجعك تشجيع ايجابي. صلحوا يا عظيم، صلحوا يا عبقري. يلا يا نبيل. صلحوا يا كبير. وصلت لايه يا عبد العزيز؟ وصلت لايه يا عبد العزيز؟ ها يلا يا صلحوا صلحوا يا عظيم. انت نبغى يا عبد العزيز. انت نبغى. الجهاز باظ يا فندم. جهاز باظ. خد مني مجهود رهيب رهيب رهيب. الحمد لله. الحمد لله. دي موهبه من عند ربنا حضرتك. يعني انا بشكر ربنا عليها. بس ونعم. يعني تاخدنيش في بالك ان انا مبوظاتي بس. الحمد لله. ربنا يخليك. متشكرين جدا جدا يا عبد العزيز. وعمرنا ما هننسى جمايلك دي في تبويظ اي جهاز في البلد. اي حاجه حضرتك محتاجها في البيت في الشغل انا احسن واحد بشتغل في الاجهزه ومعروف عني ده. عينيا يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بتؤمر انا ليه عند حضرتك طلب؟ اتفضل يا عبد العزيز. انا ليه جار تاجر بيغلس عليا وبيسرق مني الزباين؟ مش ده غلط يا فندم؟ طبعا. ولو قلت لحضرتك عليه مش ممكن حضرتك تحافظ عليه فورا؟ اهو الراجل ده. الراجل ده علي. يلا بره. يلا 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 حبيبي. يا باشا انا كمان بعرف ابوظ. يلا يا بابا. يلا يا فندم. يلا يلا غرف دايه. امرني يا عبد العزيز. ده مضايقني في الشارع ومضايق عليا ومضايق عليا رزقي. اعتبره مش موجود يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. حاجه تاني معلش. انا ظهرت في حياتي فجاه كده واحده ست عنك مجنونه. عاوز مجنونه متخيله انها عندها جاكوزي كويس وهي من يعني واضح انها يعني غلبانه فمجنون شاكوزي. الشاكوزي هي هبله في النهايه. أيوة. كل شويه تجيلي تتهمني ان انا رحت بيتها وبوظت لها الشاكوزي. فبعد اذن حضرتك ارحمني منها. قول لي القعده. بصها انا هسيبك. هو انا بوظت لك ايه يا مدام؟ الشاكوزي. شوف الشاكوزي. لا احجزوا الست دي هنا لو سمحت. يلا قول لها ان انتوا عندكم جوه عندهم شاكوزي جوه تنبسطي. هتبقى في شاكوزي هنا عندنا. يلا حضرتك اتفضلي احجزوها عندنا. يلا احجزوا الزغرات الشاكوس. يلا مع السلامه يا عبد العزيز. الله يخليك. عادي سلامه يا عبد العزيز. شكرا. الله يخليك.
هادي النهارده منورنا ونجاح ساحق لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا، اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج، كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور، فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي، هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره، بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا في جزء تاني، بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب، وهو نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل ان شاء الله. اشمعنى مسلسل؟ هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي براح يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع، فاهماني، شخصيات اكتر، وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير، احنا بنقول للناس كده، لكن هو اسم، هو كان جريء شويه، جربناه على الناس، في ناس انبسطت وناس استغربت، ولكن الناس استوعبت الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود، بنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي الحقيقه يا جماعه، حقيقي جامد. شكرا. ميرسي. برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج، المخرج وائل احسان، اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله. طيب لو سألتك محمد هنيدي إيه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا، كل ممثل له مميزات، ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما أنا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهاردة، والعرض الخاص الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. بشكر جدا المخرج وائل إحسان، واستنونا أكيد وعروض خاصة تانية، عروض خاصة جدا جدا، والنهاردة كنا مع فيلم شعبان مبروك أبو العالمين حمودة. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ موجود يا فندم. الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو، ازيك يا حبيبي؟ وحشني. التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه؟ تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك. وكده يا معلم ان عملناها ثلاثه، الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا، توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده؟ ثانية. يا استاذ يوسف، استاذ يوسف قفل. يوسف معاطي المتهم الأول. المتهم الأول؟ خير يا فندم، في إيه؟ إحنا شرطة الأجزاء. شرطة إيه؟ الأجزاء. أنا مش فاهم حاجة، يعني إيه شرطة أجزاء؟ بعدين، اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ في إيه؟ امشي. إيه يا جودة اللي بيحصل؟ يا أستاذ أقول لك محامي؟ تقومني محامي وأنا حرامي فراخ يا جودة، كلم النقابة. امشي. إيه ده؟ يا فندم في إيه يا فندم؟ مش فاهم حاجة. بعدين امشي. يا نهار اسود يا جماعه، انا ممثل مش ارهابي. قدامي. امشي. ايه الاوفر ده يا فندم؟ انا ابتديت اخاف. انا قلت قدامي، انا قدامي. امشي. امشي اروح فين؟ ايه ده؟ لا سوري يا حضره الضابط، لو تكرمت، انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه، ايه المكان ده؟ اخرس، انت لسه شفت حاجه؟ قدامي. هشوف ليه يا فندم حاجه؟ انا راجل ممثل وليه نقابه، وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل، كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حموده، يعني ما غلطتش في حد. وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء، يعني ايه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء. ليه يا فندم؟ بعدين. لا مش بعدين، استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه. يا امشي. حاضر. انا مستغرب بصراحه. ايه ده يا استاذ صلاح السعداني، صورته هنا ليه؟ ايه ده، انتوا قابضين عليه يا فندم؟ يا نهار اسود. استاذ صلاح سلامتك، انا عرفت، انا فهمت، يمكن عشان حضرتك عملت ليالي الحلميه ثلاث اجزاء. طب ما الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك، ما بقبضوش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح، ده موضوع عجيب. كان عامل ثلاث اجزاء اهو. بعدين. انا بس بعدين. يعني بحاول افهم، انا مش مية. حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده؟ استاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، استاذ نور حضرتك ماسكينك ليه؟ فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد. صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملته كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى، صح ولا؟ انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ انت هتتجنن. بعدين. هتتجنن يا فندم، حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي؟ طب حد يتصل باشرف عباية. الله، لا كلموا لي اشرف عباية يا جماعه. بص. ايه ده؟ ارحموني. يا ساتر يا رب. انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم. ده الاستاذ محمود المليجي. بلي. لا. آه.
مظلوم انا بريء. عم حسن حسني طبعا يا ريس، ما انت ما شاء الله عملت اجزاء كتير لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. حاضر. يا خبر ابيض، الاستاذ غسان مطر. سلامتك يا استاذ غسان. انت مين؟ انت مش عارفني يا ريس؟ انا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم امير البحار. الله، يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا تروق. الف سلامة. الف سلامة عليك يا ريس، سلامتك. طب وجابينك ليه؟ انت اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء؟ جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه؟ ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا. قضيت كافتيريا؟ كافتيريا، قضيت كافتيريا. كنت اعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف. اسقيهم واطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاته بالبندق واجوستين سباكس. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي ايه ده؟ ايه ده؟ دي اموال الدولة. وانت ما دفعتش يا ريس؟ لا، ما حسبتش البوفيه. معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحة. الجماعة عندهم حق، يعني فيلم انتاج الدولة ماشي، بس ما تقعدش انت تعمل فيه ابو علي وتعزم محمد عوض. ازاي؟ ما انا عزمتك انت. انت عزمتني، عملت معاك فيلم امير البحار ما جبتليش فنجان قهوة. يا راجل انا اللي طعميتك في القهوة. انت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر اتعاطف معاك يا عم غسان. انا اسف. يا سجان، يا سجان هتعمل ايه؟ همشي واسيبك، انا اتخنقت. انا فاكر مظلوم. يا راجل صل على النبي. خدني من هنا، عامل لي فيها فييس قوي ولا جبت لنا شايف الفيلم؟ يلا يا راجل حره. والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم هنيدي. سلم لي على الهام شهيد، قول لهم يرحموني. اهلا 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 اهلا. الله يخليك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك. اتفضل. شكرا يا فندم. لا لا والله، اتفضل على كرسي. لا ما يصحش يا فندم. لا لا، ازاي؟ اتفضل. متشكر. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل اقعد. والله يخليني اقعد. اتفضل اقعد. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخبر على كل جاسوس متآمر، تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي. ايه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط، هنستعبط من اولها يا فندم. مفيش استعبط ولا حاجة، بس يعني انا طول حياتي معرفتش واحد اسمه شعبان. اخ منكم انتوا يا فنانين. اخ، هتكدب عليا؟ عايز تفهمني انك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لان واضح ان حضرتك عندك معلومات شخصية عني اكتر مني. طب يا سيدي، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، ولا اقول كمان؟ ايوه يا فندم، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، دي شخصية اتكتبت وانا مثلتها. ايه الموضوع يعني؟ بس كده ضابط ساذج. انا ساذج عشان اصدقك واكتب الكلام ده كله في المحضر؟ لا يا فندم العفو، انا ما قلتش كده، بس بصراحه يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده اوفر كده. ده يعني في ايه؟ انا مثلت شخصيه، ايه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ اشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان اشتغلك. يا فندم العفو، انا ما قلتش كده ولا اقدر اقول كده، انا تحت امر حضرتك. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ تقديمك للشخصيه دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعاله في مسرحية. يا فندم حضرتك لازم تعرف ان ده مش قراري انا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس، ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين، عابسين، لاهين، القصد منه خلخلة السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وانا شيل شيلة ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايد بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف مهاتي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟
شعبان أبو العالمين حمودة تأليف هنيدي، ووضعت اسمي مجاملة. لا أنا ما صدقش إن أستاذ يوسف يقول كده. حلو ماشي، طب إيه بقى رأيك في الفيديو ده؟ اللي أنا بحبهم يعني. أيوة إيه؟ هنيدي اتمسك. يعني أنا بصراحة في الفترة الأخيرة ما حبيتش أشتغل مع هنيدي شوية، يعني هو برضو تحس ان كده في تقل، في مشاكل يعني حاصله بيننا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني ان انا حتى رفضت الفيلم الاخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك ابو حموده ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معاه يعني. فالحمد لله يعني. بصراحه انا حتى كمان قابلت النجمه محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان، قلت له اوعى اياك والاجزاء، لان الاجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الاذاعه، يعني مش ممكن فيلم ومسلسل، لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا. وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلميه للداري لكده النساء، لا فكره بجد سيئه جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، ادمت قوي. كفايه ولا نقول كمان؟ لا كفايه يا فندم، رغم اللي انا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للادانه. لا ارتاح بذكاء، بس انا عندي قفله في الموضوع. ايه رايك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تاليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفايه يا فندم كفايه، ارجوك كفايه، متشكر قوي. يمكن الحاجه الوحيده اللي حصلت في المحنه دي ان انا عرفت الزملاء كويس، متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت ورا اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء لحضرتك. انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك، ويا ريت تكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبعوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري. لا مفيش حاجه، انا عايز اروح بعد اذن حضرتك، انا واضح ان انا مجهد. شكرا على كل حاجه. شكرا يا فندم، شكرا، ربنا يخليك. فرصه سعيده يا فندم. شكرا. انا اسعد. الله يخليك. يا ريت بعد اذنك. تحت امرك. طلب اخوي. امر بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الاحمر. اتفضل يا فندم، اتفضل، ربنا يحفظها، اجيب لها كرتونه ان شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. اختها ابتهال آه بتحب تكتب الواجب بالقلم الازرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد اذن حضرتك. شكرا. طب مفيش حاجه ليا؟ حاجه زي ايه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت امر حضرتك، بس تصدق انت راجل محترم، انا هديك حاجه غاليه عليا جدا. لا لا يا فندم، والله والله لا تلبسها، ارجوك ارجوك. شكرا جدا. شكرا. سلام عليكم. قلبي حاسس انه بريء. شعبان مبروك شعبان مبروك، هو ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك، يعني ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك. شعبان زيه ما هتلاقوا ابدا في شعبان، زيه ما هتلاقوا ابدا في جمال اخلاقه. استاذ علامه ولاؤه يابا للغه العربيه والاخلاق الحقيقيه، وعشان هيدوس عشان هيدوس عشان هيدوس عالشوك، وعشان هيدوس عالشوك، ايوه وعشان هيدوس عالشوك، ايوه. شعبان مبروك شعبان مبروك، هو ما فيش غير شعبان
يلا هيدوس والله هيدوس عالشوك وعشان هيدوس عالشوك ايوه وعشان هيدوس عالشوك ايوه دوس يا ولد شعبان مبروك شعبان مبروك حبيبه ماما امي يا جميل امي يا لزلوزه يا روح ماما حمام ايه ايه حمام اخس عليك يا ماما بس عليك يا ماما خضتيني قوم يا دنايا قوم مش قادر مش قادر يا ماما الله الريحه الحلوه دي يا صباح الفراخ المشويه المتبله حطيها هنا ماما حطيها هنا اتفضل يا حبيبي والنبي يا ماما ارفعها لي شويه ارفعها لي اتفضل يا حبيبي الله مش قادر بس عايزه انام لا يا حماده قوم يا حبيبي في الحركه بركه قوم يا حبيبي بطل نوم بقى يا ماما النهارده يوم عندي شغل طويل وعندي ميعاد مهم ادعيلي ادعيلي يا ماما بدعيلك من كل قلبي ربنا يفتحها في وشك يا حماده ده ماما سيبيني انام شويه تعبان كسلان والله يا حبيبي قوم قوم يلا حبيبي ماما وقت التشطيف جه حماده يا ماما انا نضيف وزلفل ولازم الواحد يتشطف والله ما قادر حماده حبيبي لازم تغسل وشك الله لا حاضر حاضر بس مش قادر استنى عليها انا هغسل لك وشك ربنا يخليك مش عارف من غيري كنت هعمل ايه والله انت ام عظيمه عظيمه يا ماما يلا هب 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 غمض عينيك عشان الصابون يحرق حاضر حب الميه ساعة يح يا ماما يح معلش يقطعني يا روح ماما والله يح نشفي شكر يا ماما شكر نشفي الحته اللي فوق اللي في خدي اليمين اللي في خدي اليمين بس ماما تخنقيني شيل الفوطه يلا نف 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 هوبا هوبا شيل الفوطه هتخنقيني يا حي يا ماما والله عيني حرقتني يلا سنانه مش قادر افتح شفايفي شكرا شكرا تف 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 ماما سيبيني بقى انا تعبانه عايز انام عشان خاطري يا ماما لا لازم تقوم وتصحصح يا حماده النهارده بقى عامله لك مفاجات مذهله ايه ماما المفاجاه والنبي قولي لي ايه يا حماده ماما خلاص بقى زهقت ليه حماده على طول حماده على طول ايه المفاجاه قوي تبقى مفاجاه لو قلت لك ايه المفاجاه يا حماده عشان خاطري يا ماما عشان خاطري ام حبيبي ده النهارده عيد ميلاد حماده كل سنه وحماده طيب هو طيب كل سنه وحماده طيب وانت طيب ماما ماما ممكن اطلب منك طلب عينيا انا كسلان شويه يعني سيبيني بس 17 ساعه انام لاني هلكان 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 حماده انت مش بتقول وراك ميعاد مهم قوم وصحصح كده والله يا ماما ميعاد مهم قوي ادعي لي ربنا يوفقني فيه ربنا يوفقك فيه قادر يا كريم يا رب يا حماده ده ماما ربنا يخليكي ليا انا مش عارف من غيرك اكيد كنت هخس مش عارف كنت اعمل ايه بعد الشر عليك من الخسسان يا حبيبي ايدي كبوسه يا ماما خد يا حبيبي زقي يا زقي ايدي زقي متشكر العفو رجع ايدي رجع ايدي يا ماما رجع متشكر العفو يا حماده حماده ماما حماده ماما حماده ماما حماده حطي ايدي على بوقي عايز التاول رجعيها متشكر العفو يا حمودي حماده يا ماما قوم بقى يا حماده مش معقول الكسل اللي انت فيه قوم يا حبيبي وغير هدومك كده لسه هقوم واغير البيجامه والبس هدومي وانزل واركب الاسانسير لا مش قادر انا هقلعك هدومك يا حماده ربنا يخليكي ربنا يخليكي يا ماما ربنا يخليكي يا سلام ايوه كده لبسي جاهز والبنطلون والبنطلون يا ماما فكرة. ربنا يخليكي يا احلى ام في الدنيا يلا يا حبيبي هات ايدي كابوسها تاني خد يا حبيبي زقي ايدي زقي رجعي ايدي رجعي متشكر يا ماما العفو يا حبيبي ممكن انام شويه بقى لا يا حماده قوم بقى الله بطل كسل والله ما قادر طب مش قادر انزل من على السرير طب اعمل ايه دقلجيني يا ماما زقيني مش قادر يلا مش قادر انزل هوبا يلا يا ماما هوبا يلا ماما تعالي قوميني يلا يا رب استنى انا جايه لك جايه لك الخشب جامد قوي وجع لي ركبتي معلش يا روحي ماما ساعديني قوميني حاضر يا حبيبي ده ميعاد مهم قوي ادعي لي ادعي لي يا ماما ها قومي يا دنيا قومي يا حبيبي اسم الله عليه النبي بتعب ولا لا بتشقى يا دنيا والله بتعب وعندي ميعاد مهم ماما ممكن تيجي كده شويه تعالي كده
انا اريح شويه تعبان. لا 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 حماده حماده، ده انا محضره لك الفطار اللي انت بتحبه يا حبيبي. ربنا يخليك، والنبي يا ماما اديني ايدك ابوسها احسن مش قادر. اديني ايدك، ذوقي ايدك، ذوقي ايدك. متشكره ماما، رجعي لي ايدي، رجعي لي ايدي. متشكره ماما، متشكره. افطر يا حماده، افطر على بال ما احضر لك الفطار. ربنا يخليك يا ماما ويخليك لي. توصل الفطار بقى، توصل الفطار اللي جاي. عيني يا حبيبي. حاضر حماده. حماده ماما قوم يا حماده اصحى. حاضر. بس بحب انام وتعمل لانشون في بقي. معلش بحب تعمل لانشون في بقي وانا نايم. انام شويه باللانشون. لا يا حماده اصحى بقى. وانا انام خمس دقايق بالجبنه. اصحى بقى اللي يحرقك. انام خمس دقايق بالجبنه الرومي. اصحى بقى والنبي. ربنا ياخدك وارتاح منك. النبي ادعيني في المشوار اللي انا رايحه. ربنا يوقف لك ولد الحلال. اللهم امين. ربنا يخليك. قال له اللانشون ده حلو قوي قوي. حماده وبعدين؟ كتري منه. لا انا طب امسك عشان تزقيني. مش قادر. مش خليهم معايا، زقيني بيهم. زقيني بيهم. ما تتنيل تتزق بقى. ماما ماما هاتي سندوتشات، هاتي سندوتشات يا ماما، هاتي سندوتشات. حاضر يا حماد. ربنا يخليك لي يا ماما. ربنا يخليك. حاضر يا حماد. ربنا يخليك يا ماما. حاضر يا حماد. طب هات بصي حصلي لي معلومه بالشقه. انا مش قادر، انا هسحب. انا هسحب زي حماده زي الفدائيين. انا هسحب. انا مش قادر تعبان يا ماما. سيبيني زقني تعب رجلي. يا رب حياه رحمه تيتا يا رب، ورحمه جده يا رب، اقف جنبي يا رب. انا ما بعملش حاجه غلط خالص. انا كسلان شويه بس هبقى نشيط. بس والنبي يا رب اهم حاجه النهارده ودلوقتي يا رب اكسب ضربه الجزاء دي يا رب. والله العظيم والله العظيم انت فقري وقاعد بتنق عليا. اول مره في حياتي اضيع ضرب الجزاء. طب يلا كمل لعب. ما تقلقش. ماشي ماشي ماشي. بس انا كسلان قوي مش قادر ادوس على الزرار. مالك؟ انا مش مظبوط. انا مش عارفين بصراحه ولا تتضايقوا. إيه؟ انا جعان والله جعان. ايه والله جعان. حماده تيجي ناكل؟ انت لسه ما فطرتش لحد دلوقتي؟ مش فاكر انا فطرت بتاع 3 4 مرات. بس بصراحه ماما النهارده ركزت في حاجات كتير ما اهتمتش بيها قوي. طب خلاص اعزمنا بقى. حاضر يلا كلم لنا الراجل بتاعك صاحبك ده بتاع الحمام. طب لنا 10 اجواز حمام قشطه. وانت كلم بتاع الحمام صاحبك اللي انت تعرفه ده خليه يجيب لنا 6 اجواز حمام. ايوه بقى. طب ما فيش شاورما؟ عينيا هات سيخ شاورما لحمه وسيخ فراخ. ايه رايك؟ خليهم 3. عينيا انا زوده. هقول لك بقى على حاجه، خلي الوليمه دي بعد الماتش ده لما اكسبك عشان احتفل بالنشوه النصر، عشان طبعا هنضم معاها حلويات بقى ام علي وشويه بقلاوه. قشطه. طب وريني نفسك بقى. حلو. اوريك يا لذيذ. انت جريت ريقي. لا بس من غير غدر. اسمع يا ميسي يا جامد. اتفضل يا عم. اتفضل برجلك اليمين. اتفضل. شكرا يا طالع عروسه. وائل جمعه مين؟ بقول لك يا ميسي تقول لي وائل جمعه. انت جايبني ليه؟ ما ينفعش نبقى معديين من هنا ما اعرفكمش بوالدي يعني. بابا خلي بالك انا مش عايز غش. اهلا يا حبيبي. استنى شويه مشغول. بابا في ايه البقره اللي انا مخلفها اليوم؟ بابا عايز ايه؟ زفت مش شايفني مشغول وماشي. الناس اللي معاك مش عايز دوشه في البيت يا بابا. ما يصحش كده، بكلمك ترد عليا. مش فاضي مش فاضي ارد عليك. غور انت وروح يا حاج هات لي كوبايه ميه. والنبي خليه يجيب لي كوبايه ميه بسرعه. بابا بس عايزك في موضوع مهم كده يعني. لا انت هنخم ولا ايه؟ الله حاجه. هتخش يمين هتلاقي المطبخ، اعملي لي سندوتش جبنه حطي لي زيتون. ابعت الاولاد. بابا عايز ايه يا زفت؟ هخسر. عينك في عيني لما بكلمك. انت بتبرق لي يا ولد؟ بتبرق لي؟ طيب ثانية واحدة هفضلك هفضلك. لا 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 مش هينفع كده. بابا ايه ده؟ انت بتمسكني من معصمي؟ يا نهار بيمسكني من معصمي. انت بكلمك يرد عليا. مش هرد عليك يا حسام. يا ابني سيبه الله يكون في عونه. شكرا شكرا. سيبه يلعب الله يكون في عونه. جون 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 جون. حسنت. طب قسما بالله كلمة تانية وأكسر المحل ده على اللي فيه. لا أنا اللي أقوم أهديك بالجزمة أنت والناس اللي جايبها معاك وهتزهقوا. امشي عشان أنا خسرت. أوعى بقى أوعى بقى. ابعد عني دلوقتي. يا بابا يا بابا قوم اتعرف بالناس. ناس مين يا ابني؟ تعالى خد. أنت عامل لي فيها السبع رجالة وخلي صوتك. إيه ده؟ ده أبوك ده هايف وعيل. إيه ده؟ أنت بقى اللي حبيعك ده مبسوط على الكلام الفارغ ده؟ لحظة. أوعى أكون فاكر إن أنا قاعد بلعب وتعبان وجعان ومش مركز. انت قلت ايه؟ انا هايف؟ انا بقول له ان ابوك عيل وهايف وتافه. والله لا يا بخرج دلوقتي. لا خليني يا ماما. كان هو هايف انت قليل ادب يعني. دلوقتي بترد عليه دلوقتي؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا؟ ايوه. هو عارف. هو عارف؟ تبقى هايف. حضرتك بتعرف تلعب بلاي ستيشن؟ طبعا. بتعرف؟ كذاب كذاب.
اجازه بشكلك تافه ومالكش في البلاي ستيشن دي لعبه ولا... عيال صغيره يا استاذ. اه انا عيل بس انت اعيل وامشي عشان ما ازعجش. خد الراجل ده بره. مفيش جواز معلش. مفيش جواز خالص. احنا اساسا ما نشربش. انت راجل عيل. امشي يا راجل. انت راجل عيل. امشي. تعالى لي تعالى لي عشان انت بتستفزني. اضربه ولا اكمل الماتش؟ لا انا هكمل الماتش. انا بحترمك عشان حسام. يلا امشي من هنا. امشي من هنا معلش يا عم. انت راجل عيل. طب اتفضل. انت عيل تاني. ايش من هنا؟ لا لا خلاص يا بابا خلاص معلش يا عم. استنى انا عايز اعتذر لك على حاجه. اوعى انت تعالى. ايش من هنا؟ مقصود ايش من هنا؟ ايش من هنا؟ تعالى 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 انت العروسه. تعالى يا حبيبتي تعالى تعالى. ازاي تتجوزي ابن التافه ده؟ ده انت لو جيتي لي من كام سنه كنت دفعت فيك اكتر من ابن التافه اللي هيدفع فيك. انت بتعملي ايه هنا؟ قومي يلا معايا. قومي بره. هنبعت هنبعت. امشي دلوقتي يا حاج لو سمحت. امشي اطلع بره بيتي يا حسام. يا ابوك المجنون ده. تعرفتي على الواد فين؟ الشارع. في الشارع؟ ما انا قلت انت شكلك بنت شوارع. انت شكلك بنت شوارع. مش كل ما اجيب حاجه تشبط فيها يعني. هي اللي جت لزقتي. هي اللي لزقتي. هي اللي في ايديكي ده. انت كمان بتشبطي. خد يا بابا. بنت نزلت. العب يا بابا خد بص. قعدت من غير ما حد يعزمها. العب بص دي بقى. استنيني رجعت لك وانا فايق. اسمع لا 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 بص دي بص دي. حلو الكوبري ده يا معلم. يا ابن اللذينة. انا جعان فين الاكل؟ شوف لي الفاكهه طيب. شوف لي الفاكهه. ايه ده ايه ده ايه الكآبة دي؟ بيت كئيب ليه كده؟ قصة عليك يا ماما. بصراحة ماما مزعلاني قوي. ماما ما بتعملش معايا أي حاجة تبهجني في حياتي. بصراحة مزعلاني مزعلاني. اهدى بس يا حبيبي. اهدى ايه وبتاع ايه؟ مش كفاية إن أنا فتحت أكرة الباب لوحدي؟ هدوس كمان على كبس النور والله ما أنا دايس. وإيه الزروات اللي على شوف الترابيزة مليانة إيه؟ تورتة وجاتو طبعًا. ماما هي وأصحابها يجوا يقعدوا ياكلوا ويزروتوا البيت. أنا بصراحة بكره أصحاب ماما جدًا سواء رجالة ولا ستات. كلهم استغلاليين. طنط كريمه دي بتيجي تسرق من عندنا الاكل من الثلاجه من غير وراها من ورا ماما. والله مش عايز اقول لها بصراحه بقى. يا ساتر. ولا طنط سناء حراميه هي كمان حراميه وبتستغل ماما. ونرجس نرجس كلكم ونرجسكم. ايه ده القرف ده يا سيد. انا زهقت منهم. حتى الناس اللي بتشتغل عندنا في البيت ولا حد بيساعدني. لا الطباخ ولا السواق. كلهم ناس رخمه وبكرههم. محدش بيساعدني خالص. انا زهقت من كل الناس دي وزهقت منكم بصراحه. انا بكرهكم والله. بكره اصحابي بكره الناس كلها. محدش بيعمل لي اي حاجه خالص. دي حاجه تقرف بصراحه. ايه ده واضح ان هم عاملين لي مفاجاه عيد ميلاد. ازيك يا انكل؟ ميرسي على المفاجاه. هم قرفانين مني ليه؟ وانا قلت حاجه عليهم؟ انا مقرفه. انا قلت انا هوريه. انا قلت كده. انا قلت كده. في ايه يا جماعه مش مبسوطين ليه؟ هو الكلام ده برضو ليا انا كده؟ ايه ده؟ انا ما قلتش حاجة على حضرتك يا حضرتك. انت قلت لي على اي حاجة؟ ايه له ليه؟ ايه ده اللي بتعمله ده؟ انا ما عملتلهاش حاجة عشان تعملي كده. امال في ايه؟ الناس مالها متضايقة مني ليه؟ وانت كمان باصص لي ليه كده؟ الله الله الله. وانت كمان ده انتوا اعز اصحابي. هو في ايه يا جماعة؟ احضروا عيد ميلادي. ربنا يخليك يا ماما على المفاجأة. ايه فين ماما؟ ماما ماما ربنا يخليك على المفاجأة. يخليني ايه يا حمادة؟ كده بتهزق الضيوف وتهزق صحابك. انت ايه ما بتحسش على دمك خالص؟ انا يا ماما انا ده انا مبسوط بالمفاجاه. مبسوط ازاي؟ مالك يا ماما؟ عندك ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ مش عارف. انت هتموتي ولا ايه يا ماما؟ تقريبا. طب انزلي لوحدك عشان لو وقعت مش هقدر اقف. مش هلاقي حد يوقفني. على مهلك. سلامتك. سلامه. تشاهدي يا ماما. تشاهدي. مع السلامه. الله ناس طيبين قوي. هابي بيرثدي يا حماده. هابي بيرثدي تو. اوف اوف اوف. مش قادر انفخ بس الحمد لله البوطه حلوه. بس عشان شويه بقى انسى. عايز حاجه يا ماما؟ طب شكلها نيمت او ماتت. صباح الخير. ماما ماما فين البطاطس المحمره بتاعتك يا ماما؟ فين المقلبيه؟ فين الرز بلبن؟ الله يرحمك يا ماما. ايه ده؟ انا جعان قوي. سوري يا ماما انا جعان قوي. انا مكسل لي كده. ماما شوفيني يا ماما. شوفيني يا ماما وانا نشيط. شوفيني وانا نشيط يا ماما. افرحي بيا. بقيت نشيط. بقيت سوري يا ماما. ريح شويه ريح شويه. اوه ماما 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 انا جعان يا ماما. جعان ماما. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايه ده؟ بعتيلي اكل يا ماما. ربنا يخليك يا حبيبتي. انا حاسس ان انت معايا وحواليا. سوري يا ماما. هضرب سندوتش وبعد كده اغازل فيك شويه واحبك شويه. الاكل طعمه وحش من غيرك يا ماما. يمكن عشان ما فيهوش زيتون. ما فيهوش زيتون. ماما
اعمل ايه؟ انا خلاص تعبت بقالي ساعه بقول يا ماما. الله كوارع يا ماما، كوارع كوارع يا ماما، كوارع كوارع. يح سخن قوي. فينك يا ماما؟ كنت بتبرديها، كنت بتبرديها وتفصصيها وتحطها لي في معدتي جوه. هعمل ايه؟ انا كنت بعمل ايه وانا معاكي في لحظه زي دي؟ كنت بنام. طب ما نام. صباح الخير يا حب، يا امي يا احلى ام، نفسي ابوس صورتك بس مش قادر اجيلك، مش قادر. ولا اجيبها؟ اجيبها معلش. كفايه يا ماما كفايه، القلب تقيل قوي. ماما تصبح على خير. بيشتغل محامي ومربي سكسوكة. عيب يا باشا، هو انا اول مره يعني يا باشا؟ ما يلا بقى يا مرشدي، الصبغه هتنشف. طب بالاذن يا باشا كده علشان الزبون استعوان. يلا سلام سلام. لا مؤاخذه، كنت بكلم خالي. لا ما حصلش حاجه. مساء الخير. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا.
ده ايه النور ده كله؟ الله يخليك نعيما مقدما يا اخ. الله ينعم عليك. الله يخليك. نورتنا يا باشا والله. مقابلتك حلوه ومحلك جميل، ربنا يبارك يا رب. ربنا يخليك. اشكرك اشكرك. لا والله ده انا مش مصدق نفسي. ليه ليه ليه؟ انا حاسس اني بحلم. انت ما بيجيلكش زباين ولا ايه؟ لا لا، بالنظافه دي ما بيجيليش. حبيبي حبيبي. ممكن تتفضل معانا من غير شوشره؟ طب ممكن البس هدومي؟ لا انا عايزك بملايه، عايزك متلبس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حسين. حسبي الله ونعم الوكيل. في مشاكل ولا لا حاجه؟ لا لا مفيش حاجه، ده البوليس وياخد واحد كده كنت ارشدت عنه. انت اللي مبلغ عنه؟ ايوه. ربنا يديك الصحه. نورت يا باشا. شكرا. خلينا في موضوعنا بقى. انا مش مصدق نفسي. الله يخليك. شعر ولا ده؟ لا ان شاء الله ستر. ستر؟ اه بقالي فتره اسبوعين ما حلقتوش، مش قادر اقول لك، مش عارف اقفل القميص، فعايزك تهندمه لي كده لو تكرمت. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انا عمري ما شفت كده قبل كده. ولا هتشوف، ولا انت تقريبا. ده يعني احنا تقريبا العيله الوحيده على مستوى العالم اللي ربنا اكرمنا بالموضوع. يعني مش انت الوحيد اللي كده؟ لا لا لا، العيله كلها. العيله كلها كده، بس مختلف الحقيقه. يعني كل واحد هو نصيبه بقى يطلع له الشعر فين. يعني عندك ابويا الله يرحمه كان بيطلع له في كوره هنا كده، يعني فتلاقيه يمشي عارف، بتفيده برضه في الحرب. يعني ربنا بيبلي الحمد لله الحمد لله. اخواتي البنات تقريبا قرع بس ماشي، لا بيجيبوا بقى وبوريك ولا حاجه، بنوفر لهم احنا، تاخد من اخوها من عمها من عارف حاجات كده. الحمد لله. بس انت كده يا باشا هتتحسد. والله انت، والله انت راجل طيب. انا محسود اوريدي، مش بتحسد. مش قادر اقول لك كل نجوم المجتمع، خد عندك فنانين، مطربين، لعيبه كوره، فريق السكواش، ابتدوا يكلموني بتعمل الشعر ده ازاي يا جماعه، احلف لهم والله ما بايدي، محدش بيصدق. بس الحمد لله ربنا يحفظنا. انا عايزك بس يعني ايه تفردهولي فرده بالسشوار لحد قبل السره بقرتين عشان اللوست ارجوك. انا الاثنين يا باشا. انت راجل طيب وانا حبيبك. انا مش عارف ابدا منين بس. لا يعني لا لا، تبدا ايه؟ هو تعمل كده؟ لا لا، ده ما تحطش عليه مكان، ده اثار، اعتبره اثر من الاثار. يعني هو بايدك ويا دوب انا ابقى معاك كمان. الله يخليك. طب يا باشا تحت امرك يعني. انا اللي تحت امرك. بس معلش يعني قبل ما افكر هبدا منين. هعمل مكالمه صغيره. انا مستعجل اطمن على الحاج عشان خاطري، اصل هي تعبانه شويه. معلش الامهات كلهم بيتعبوا وبيبقوا كويسين. دقيقه واحده ارجوك، هتعطلني كده. ايوه يا باشا، لقيته. ايه ده؟ شعر صدر كبير قوي يا باشا. ده انت هتلاقي معجزه، حاجه عظيمه. تعالى بس ما تتاخروش، وحياه النبي ما تتاخر. ها لا لا بقول لك، بس يا ريت، انا نفسي اتصور معاه والله. بس ماشي يا باشا. اتصور معاه بس اكمل بس. ماشي يا باشا. لا يا باشا، ما انا عمري اتاخرت عنك ولا كدبت عليك في حاجه. موجود والله. هات انا اقول له، هات انا اقول له انا موجود يا فندم. انا موجود. لا لا، الراجل ده مش كذاب. اوكي اتفضل اتفضل. شكرا على التعاون الجميل ده. انت بلغت عني صح؟ انا بص، الفكره عجباني، حلاق ومرشد وبيرشد عن زباينه. هنعمل ايه بقى؟ مين بعد كده؟ هو بيقبضوني كويس. ربنا يديك الصحه. انا راجل طيب. المحلات دي ما بقتش تاكل عيش. طب ما تيجي شويه كده قبل البوليس يجي. كله بقى يقول لك بيوتي سنتر. مش عارف ايه. خربوا بيتك. خربوا بيت. الله يخرب بيوتك. معلش اتفضل. ده لسه حسابك عند ربنا. استنى تعالى. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل اتفضل. قبل ما يتوبوا علينا يا باشا. انا مش عارف ابدا بايه ولا ايه. مش عارف مقص ولا مك. يا سلام. ايه يا ابني الفكاكه دي يا غبي؟ ما انت لسه قايل لي. انت عبيط ولا ايه يا حضر الظابط؟ انا اللي قلت لك انا جنبه. مش حضرتك جاي تقبض عليا؟ ايوه. امال ايه الحركات الاونطه دي بقى؟ مرشد وخايب وخاين. ده انت رهيب رهيب. انا تحت امرك يا فندم. طب يلا بينا بقى عشان ميعاد الاسم. لا لا لا، تحت امرك. مع السلامه. بص، برغم ان انت يعني بشع، لكن الفكره عجباني، الفكره عجباني. عشان انت مش مرشد بس، مرشد غبي كمان. هتحلق من اخواتك بعد كده. جاتك خير يا باشا. اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. يا سلام. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل يا باشا. يا باشا تشرب قهوه يا باشا عشان تهدى اعصابك يا باشا. مش عايز قهوه، انا عايزك تجيب لي الواد اللي بره ده، ليا شوق كده اشرب من دمه. نفسي اسالك سؤال يا باشا، ممكن تديني الشرف ده يا باشا؟ طبعا اديك. اسال يا محمد اسال. ليه يا باشا المتهم ده بالذات حطه في دماغ سعادتك يا باشا؟ الصراحه يا محمد انا متعقد من الواد ده. متعقد منه؟ بص يا محمد،
ده السبب الرئيسي يا محمد. ما عنديش ولا شعراية في صدري. أنا أجرودي. أجرودي. أنا إيه؟ أجرودي. أخلص يا محمد، أنا بس اللي أقول أجرودي. حاضر يا باشا. بصراحة الواد اللي بره ده. ثواني. بسرعة! ثواني يا باشا. خش يلا. اقعد. أهلا يا عسل. منور. تشك. هات لي عيال الطلبة اللي بره بسرعة. أمرك يا باشا. خش أنت هو. طلب يا باشا. يا فندم أرجوك أنا بتأذي سوري يعني. إيه يا حبيبي أنت أهو؟ مين اللي أذن لكم إنكم تربوا شعر صدركم؟ إيه؟ بلد سايبة يا حبيبي ولا إيه؟ محمد أمرك يا باشا. العيال دي تتنفخ. نفخوا يا باشا. بسرعة. حاضر يا باشا. قدامي. وأنت راجع هات لي مكوة الشعر معاك يا محمد. لا أرجوك يا فندم أتوسل إليك، إلا مكوة الشعر، أنا ممكن أنتف شعر صدري قدام حضرتك شعراية شعراية، بس المكوة لا. مش عايزك تجيب سيرة شعر صدرك قدامي. ده بتعمل إيه؟ أنت ليه بتمسكني من إيدي اللي بتوجعني؟ ليه؟ أنت مش عارف إن أنا أجرودي هات ولا إيه؟ سوري والله أول مرة أتشرف بفتحة قميص حضرتك. بعدين حاجة بتاعت ربنا يا فندم. أرجوك يا فندم أتوسل إليك سامحني سامحني وخلينا أروح. عايز أسامحك؟ هسألك شوية أسئلة بس لازم تجاوب عليا بصراحة وبشفافية. بصراحة وبشفافية. هنا صراحة. تبقى هنا إيه؟ شفافية يا فندم. وأوعد سعادتك إن أكون مرشدك الخاص وأكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قولي يا عمرك ما أخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده يطول؟ لا بصراحة، بس أنا أسمع كانت ماما تقول لي وأنا صغير رحنا جنينة الحيوانات فحضنت غولة، بس أنا مش مقتنع بموضوع الغولة ده بصراحة. غولة المكان جنينة الحيوانات. السؤال الثاني، عمرك حصل لك أي حاجة غريبة؟ حاجة عجيبة؟ مش متذكر، بس أفتكر وأنا عندي 3-4 سنين كنت بات عند تيتا في حلوان وسخنت، أفتكر إن أنا سخنت جدا في الليلة دي وصدري حرقني قوي من هنا وهنا، قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعراية هنا وهنا حوالي 26-28. شربت حاجة قبل ما تنام؟ شربتش يا فندم، تيتا ما كانتش بتحبي اني اشرب حاجة عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجة؟ ولا اكلت فم. يعني تيتا في حلوان 14 شعراية و12 شعراية. السؤال التالت، لو خيروك من حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك تختار مين؟ اخص عليك يا فندم، شعر صدري طبعا، ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني، بتقولها تاني، قلت لك 100 مرة أنا أجرودي. يا محمد محمد بلاش محمد بلاش محمد بلاش محمد، حبسوني على شعر صدري يا مصري. إيه النور الجامد ده؟ هم عايزين يعموني ولا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. انتوا ايه، انس ولا جن ولا انتوا مين؟ ادم. نعم. انا كائن فضائي. كائن ايه؟ فضائي. اهلا وسهلا، تحت امركم. بص يا ادم. ايه؟ بمقاييس كوكبك انت انا ست، لكن بمقاييس كوكبنا احنا انا راجل. عادي براحتكم، ماليش دعوه بمقاييسكم، انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ادم اموري، احنا جايبين لك دعوه VIP لزياره كوكبنا. وكوكبكم ده فين ان شاء الله؟ كوكب الدكوره. كوكب ايه؟ الدكورة. انت اسمك يا اخ؟ خالد. في حاجة؟ لا مفيش حاجة. وحضرتك؟ كريم. اهلا استاذ كريم، اموروني انا خدامكم، في حاجة ما اقدر اعملها؟ بصي يا ادم،
انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدوله هيخلصوا عليك. ويخلصوا عليا ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ ادم. نعم. اديني ايدك لو سمحت، احنا فعلا محتاجين لك، ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحله الحرجه اللي بيمر بيها كوكبنا. بصراحه قلقان منكم وقلقان من كوكبكم، ما تزعلوش مني. ادم يا دي ادم كرهتيني في انا كائن فضائي. حاضر. اديني ايدك لو سمحت، هات ايدك يا ادم، مفيش وقت اشرح لك. خلي المكوى. يا لا مكوى ايه، هات ايدك يا كريم. هات خلت. مبسوط يا خالد؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. عادي يا عم. ايه ده؟ مستر ادم، مستر ادم، بجد بجد دي زياره كريمه جدا، وانا نيابه عن المسؤولين في كوكب الذكوره بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها. معاك جمال السيد احمد مسؤول العلاقات الدوليه للكوكب. اهلا اهلا يا استاذ جمال، اهلا وسهلا. والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني، بس انا مش فاهم حاجه. انا مش هطول على جنابك، بس زي ما سيادتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات. نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحه، انا مش فاهم اذا كنتوا رجاله وانا نسوان، كوكب عجيب يعني. للاسف احنا دورنا في جوجل على مين اكتر حد عنده هرمونات زياده، واكتشفنا ان بسبب شعر صدر حضرتك انت حطمت الرقم العالمي الهرموني، انت رمز للرجل المشعر يا مستر ادم. ربنا يخليكم، دي حاجه بسيطه يعني، وبصراحه يعني انتوا ناس ذوق، وانا عايز اعمل معاكم واجب يعني، واجب بسيط يعني. الله، لا انا بحس بالنعمه اللي ربنا اداها لي مره كمان. ده احنا عندنا في الارض ده متلت الحاجه تقرف يعني. الشبان عندنا مش عارفين يتجوزوا، هينفردوا. عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شويه شعر نحللهم، يمكن نقدر نوصل للماده اللي تتفاعل مع هرموناتنا. بشر شعر الصدر؟ اه فك يا خالد. اه كده احنا دخلنا بقى في بيزنس يعني مصلحه. هتدفعوا لي كام؟ يدفع لك كام؟ مفيش اكبر من مصلحه كوكبنا ومستقبله. بلا كوكبك ولا مستقبلك، وده شعر الصدر تبشروه يعني ايه؟ لازم اخد فلوس. هنعمل لك تمثال. تمثال؟ لا ما يكونش معايا الاونطه دي يا حلوه. خلاص يا سيدي، هنالف لك كتاب الكتروني ونوزعه على سكان الكوكب. هحرقه وارميه في البحر، انا عايز ماني فلوس. هندي لك 10%. 10 ايه؟ في المية. طب وكده؟ ممكن اديك 15%. طب وكده؟ 30%. طب لو لمست شويه؟ كده 50%. بصي انا ليا طلب تاني بقى بصراحه، ممكن اكبش لك كبشه ليك لوحدك وتديني لفه بالبتاع دي. بس مش هينفع. الف لفه حوالين النسوان ولا الرجاله اللي انا مش فاهمهم دول واديهالك تاني على طول. لا مش هينفع خالص. طب بالسلامه بقى، انا عندي مشوار في زحل. تعالى هنا يا حبيبي، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ اه زي خروج. ايه اللي زي خروج؟ يا عتريس هات المبشره. مبشره؟ ده انا مش شفتلكوش راجل من ساعه ما جيت هنا. هوريك الرجوله دلوقتي. ايه هتمشوري شعر صدري؟ ده انا اقطع رقبيكوا كلكم. اوعى على بس استقبال. اوعى يا ولاد، انتوا وهي يا نهار اسود. اوعى. شعر صدر راح فين؟ يا نهار اسود، هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وعملوا بيه ايه؟ يا نهار اسود، شعر صدرك راح، يا ليتك السودا يا ابن صبرا الصبار. هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وراحوا بيه فين؟ طب لما امن الدوله ولا البلد يعملوا كده مقبوله، لكن ناس من كوكب تاني مش فاهم رجاله ولا نسوان. خسرتك يا خسرتك يا ادم، يا خسرتك يا ادم، خدتوا شعر صدري يا كلاب يا كلاب. بصراحه احسن، ده كان اوفر، كنت عامل زي الغوريلا، كنت كل يوم اصحى اسرح شعري واسرح شعر صدري، كنت بكسف انزل البحر كده حلو، بقيت شاب روش عادي، شعر صدري بلا زفت. ايمن بدري عليك، بدري
حسدوني عالشعر في صدري كم بدري عليك بدري في شعري كده كده لا أدري أنا وأضربه لو هرموني زيادة مشعر بشكل رهيب فوق العادة أنا وأضربه لو هرموني زيادة مشعر بشكل رهيب فوق العادة اتكادوا يا عزال اتكادوا وخافوا من قلبي تخافوا من غدري خافوا من غدري شعري في العالم تعرفوا ليه انا علت سعري عدوا الشعر في العالم تعرفوا ليه انا علت سعري مايكل جاكسون كان اجرودي كان بنفس الموت من شعري عدوا الشعر في العالم تعرفوا ليه انا علت سعري عدوا الشعر في العالم تعرفوا ليه انا علت سعري مايكل جاكسون كان اجرودي وكان بنفس الموت من شعري لوحده كده لحلقته بموس ولا اشتريته في يوم بفلوس لوحده كده لحلقته بموس ولا اشتريته في يوم بفلوس اسمع ونصيب وده كان قدري شعري في صدري يا صدري آه يا صدري تفضل يا سي مختار سلامتك يا سيد الرجاله سلامتك يا حاج خير عملتي في ايه يا بدريه عملتي في ابويا ايه رد عليا يابا مالك مختار ابني حبيبي الحمد لله نجيت قبل ما السر الالهي يطلع يابا بعد الشر ما تقولش كده ان شاء الله هتقوم وترجع زي بيت بسكوتي بات ايه قراده هتقوم وتقف زيه الحصان وبعدين ياما نصحتك يابا ياما نصحتك الجواز من العينه القليله ديت يودي في 60 داهيه ده انت اتجوزت باروكه جبتها لنا من انهي مصيبه دي انت بتبكي ليه بس يا حاج عيب كده هتاثر فيا مالك شكلي حفيص يا مختار وزعلان زعلان يابا ده احنا في ايام غبره ما يعلم بيها الله ربنا ربنا ياخدك وياخدنا معاك ويريحنا يخرب بيتك عملتي فيه ايه عملتي فيه ايه ها عملتي انا عارف من يوم ما اتلميتي على الفنان احمد سلامه وانت عايزه تخلصي من الراجل الكبير بس انا مش هنقولها لك يا زهره ده مش هنقولها لك وايه ده انا مش قال 100 مره مفيش تلفزيون افرضي سمع النشره كده ولا كده عايزين نسمعه اخبار حلوه التلفزيون كله اخبار وحشه اخ التلفزيون ما فيهوش حاجه يا ابني اخ برضاي عليك يا مختار هاتلي الورق من الدولاب يا ابني عناية يا حاج عناية يا حبيبي
لازم يسمع اخبار مبهجه تفرحه عشان نحافظ عليه. نسيت اقول لك صحيح يابا، عم شفيق صاحب عمرك يدوروا عليه عيني، لقوه ميت في شقته بقاله يجي اسبوع لحد ما جثته اتحللت. الله يرحمه. ولاد ايمن، ايمن ابن اختي يا عيني، جاله مرض وحش قوي قوي قوي، واختي ادمنت المهدئات، واخويا الاهبل الصغير عايز يفجر ابوبه البوتاجاز في مراته. الا بقى الضرايب النهارده جت حجزت على كل محلاتك يابا. وعمتي فوقيه طلعت انها ماتت قطعوا لها لسانها الحراميه ورموها في الشقه. انا عايزك بس انت ما تفكرش في حاجه يا معلم، مش عايزك تتوتر خالص. مختار مختار. مالك يابا؟ حاسس بايه يابا؟ طمني. عايز تعطس؟ اعطس يا ابني اعطس. انا بموت يا مختار. ما تقولش كده يا بموت. ما تقولش كده يا ابا. يا اسمعني. سلك البضاعة يا ابني. حاضر. سلك البضاعة. هسلك البضاعة واشرفك، وانا عارف في نفس المكان التسليم في المجاري العمومية بتاعت القاهرة. ما تقلقش يابا، اطمن انت بس. ابا ابا المعلم مات. ألف رحمة ونور عليك يا معلمي. ألف رحمة ونور عليك يا أبا. ألف رحمة ونور عليك يا سيد الرجالة. يا سيد الرجالة. تعالي هنا أصبع الروج أنتِ. أنتِ اللي موتيه. أنتِ والفنان أحمد سلامة من يوم ما اتلميتوا على بعض، وأنتوا اللي وصلتوا الراجل ده لكده، أهو مات. أعمل فيك إيه؟ عايز أرشقك ركبة ببطنك خايف تيجي في وشك. لأن أحجامك غريب، ما أنتِ ملخبطاني. طول عمري ببص للناس كده، انت الوحيده اللي عاملاني كده، فالتركيبه بالنسبه لي. خدي بقى خدي، انت اللي قتلت ابويا، انت اللي موت ابويا، انت اللي موت ابويا. الف رحمه ونور عليك يا معلم. سامحني يابا، هضطر افتش سرك لاخواتي يابا. فاكرينك اب شريف يتشرفوا بيك، وانت في الاصل معرفتك تعر وتشبع. الف رحمه ونور عليك يا معلم. عشان الناس. شكرا معلم. الله يكرمك. شكر الله وسعك يا معلم. وقال لله يا مختار. ونعم بالله يا معلم كراسة. مبروك عليك المنصب الجديد. الله يبارك فيك. انت جاي تقطمنا ولا جاي تعزي ولا ايه؟ اسره. اسمعني كويس يا مختار. انا ودني ناحيتك اهو. البضاعة اتشحنت وكلها ايام وهتستلموها. ربنا يكرم. والطلبات. عمولتي. عمولتك. اقسم لك بالله ما معانا ولا تعريفة. تعالى بس. الحاج سيبنا على البلاطة وكل الفلوس في العملية الأخيرة. أنا معايا 25 جنيه يا دوب هحاسب الفراش. استر علينا، عيب ده شغل رجالة. تصدق بالله أصحاب المكتبات كلهم مستنيننا، كل المكتبات اللي في مصر، والموسم الدراسي داخل مش عارفين نعمل إيه. سيبونا بس نستلم البضاعة ونفرفش. كل اللي أنت قلته ده ما يخصنيش. عمولتك كام اللي كانت مع الحاج؟ 25%. هو اتفق معاك على كده؟ أيوه. ما هو كان آخر أيامه بيخرف، هم 5%. بس المرحوم ما اتفقش معايا على كده. أنا اللي بتفق معاك. وبص في الصف في حاجة عايز أوريها لك. طب البقاء لله يا مختار. نعم بالله يا أخويا، ما جالكش في حاجة وحشة. جاي ينصب. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. البقاء لله يا ابني. سعادة الباشا، زيارتك لينا تشريف كبير قوي. من يوم ما شفت سعادتك، اول ما شفتك في السوار رجعت زمان، ايام ما كنا بنروح المعموره احنا واسرتك وايام ابويا. يا باشا انت عظيم. والله يا ابني المرحومه كانت زي اختي بالظبط، الله يرحمها. مرحومه؟ مرحومه مين؟ المرحومه مدام صفاء سلامه. طبعا شفت نهايتها. شفت ازاي ده انفجرت في الغردقه؟ جابوها وشرفك بالمايوع على المستشفى. معلش معلش، شرفتنا سعاده الباشا. البقاء لله ونعم بالله. انا فاكر المدير بتاعك في الشغل. ولا اعرفه. ده جاي يقول لي المدام صف. ايه المناظر دي؟ ايه ده؟ عايز ايه؟ شحلك يا استاذ مختار. شحلك يا استاذ مختار؟ يلا يا ابني اتقل. ده مين اللي دخلك اصلا؟ استاذ مختار كنت عايز يعني الحوار، انت عارف الواحد فيك دهوت الظروف والضغوط والاعباء، بتخيل البني ادم يعني كل يوم بيعمل اي حاجه في الحاجات. حاجات انت جاي بتنقط يا فرح على بقى تعز. انت مبرش ما جاي تقرفنا. يلا هات من هنا. لا انا مش همشي بقى، عشان انا كنت مضايق لابوك ب 28000 جنيه ومش همشي من العزا ده قبل ما اخد الفلوس بتاعك كلها في ايدي تامه. بوقك 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 ده انت بتفتح لنا بوقك. انت ابويا مستلف منك 28000 جنيه؟
انت بتتطرق عليها وبتتمسخر عليها يا استاذ مختار عليها انها ابوك ده ما هيورد على جنة. بقولك ايه، انا هديك حقك. شوفوا انتوا الناس، شوفوا انت. تعال يلا يلا. شكر الله ساعك يا معلم، شكر لنا اهل السعيد كلهم. الله يكرمك الله يكرمك، شكر الله ساعك يا فندم. بكره ونعمه بالله ونعمه بالله. ايه ده، ده انا ايدي خدلت. الراجل الكبير ده ايده تقيله قوي، جزع لي ايدي، ايدي جزعت والله، وكله بيسلم بحراره قوي كان ابويا جوز اخته. ايه ده، الله يرحمك يا حاج. خلاص بقى خلاص بقى، انت هتنهار الفتره الجايه. عايزه رجاله، مش عايزه ناس تنهار. ليلته خفيفه قوي 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 قوي. هو كان طيب، هو كان ابن حلال. ليلته خفيفه بس ساب اعباء تقيله قوي. شفت النعش كان طاير، كان طاير. نعش ايه اللي كان طاير؟ النعش بتاع بابا. الراجل كان طاير ايه، هو الريح كان جامد واحنا كنا ماشيين مع الريح. ما تقعدش تقول لي طاير ومش طاير، انتوا ما تعرفوش حاجه اصلكم، وما تعرفوا كل حاجة ثم الناس دي تمشي. بس مختاركم كنا عايزين نتكلم معاك بخصوص الميراث. الايه؟ الميراث. تصدق ان انت ما عندكش ريحة الدم ميراث، واحنا لسه في العزة بتاع ابونا وتقول لي النعش كان طاير يا كذاب. كنا عايزين شوية فلوس بس نشبرق نفسنا. لا، من جهة الفلوس هتبقى شيش، وهتبقى شيش، ما تقلقوش. بقول لك يا اشرف. قول يا مختار. انت بتحب شغلك؟ ياه بحبه قوي، شرفي اعتزازي. خلاص يا عم، ايه النشرة دي؟ ايه يا عم، هو في حاجة يا مختار؟ لا مفيش حاجة، دينا بنستلة. طب لو حصل حاجة في الدنيا، الظروف اتغيرت، ما تسيبش شغلك يا أشرف. لا لا ممكن أبدا. شكلك هتسيبه يا أشرف، الناس دي طولت قوي، أنا جوعت بصراحة. وأنا كمان. اللي يقرأ قرآن تاني؟ لا خلاص. طب هنعمل إيه طيب؟ طب يا رجالة متشكرين قوي قوي قوي. معلش معلش، الناس بتعزي ساعة ساعة ونص، أنتوا بقالكوا كتير قوي وإحنا جوعنا بصراحة. اقعدوا في الهوا زي ما أنتوا عايزين، بس آخر واحد والنبي يقفل الصوان. ها شكر الله سعيكم. يلا يا عم انت، اهو دي ناس فاضيه. مين يا مختار؟ الله يرحمك يا حبيبي. كان راجل ولا كل الرجاله، سيد الرجاله وحدوه. حط دي يا أمي هنا. عين يا دمار. يا تفيش. لا لا، عشان نبقى من الأول على الأبيض، أنا جمعتكم النهاردة عشان أقول لكم على موضوع ما كنتش عايز أقوله لكم، لكن ظروف المسلسل حكمت. كان سر بيني وبين الحاج الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه، ما كانش حارمني من حاجة، جاب لي شبشب في ليلة العيد. الله يرحمك يا حاج. معلش يا أمي. كان من أعز أصدقائي، كان مهنيني، ما حرمنيش من حاجة. خدت الحباية. خلاص يا حاج خلاص، بقاء لله بقاء لله. السر اللي أنا عايز أقوله لكم، لازم أسألكم سؤال قبليه. أبونا الله يرحمه كان شغال إيه؟ عطار قد الدنيا. عطار هو ده الخازوق اللي أنتوا شاربينه من الأول. ابوك الله يرحمه كان تاجر سليفان. ايه يا كلب يا كلب، بتاع اللي بتبلبعه ده خلاص فوت لك دماغك؟ تقول على ابوك كده اللي كان من اشرف الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي. وانت بت وانت ابوكي كان كيوافير؟ ايه التصليح اللي انت فيه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم، اشوف فيكم يوم يا ولادي. شوفيها ماما. يا نهار اسود، ماما اتجننت. معلش ماما اتجننت. يلا بقى، بنتي دي بكرهها من صغرها. ما علينا. ده بجد يا مختار؟ ماما كيف هي سويت له فن؟ للاسف اه. يا فضحتك يا اشرف، يا نصيبتك السودا يا اشرف. اقول ايه لزمايلي في الداخليه؟ انا اللي بطبق القانون. ابويا يبقى تاجر سلوفان، الضابط المسؤول عن ترسيخ القيم والعداله الاخلاقيات، هو نفسه ابن تاجر سلوفان. بقول لك ايه يا حبيبي، انت وهو كفان واحول ولا. عايز اقول لكم ان البيت اللي انتوا قاعدينه ومتفشخرين فيه ده مرهون.
يعني ممكن نترد منه في اي لحظه. ايه ده؟ والذهب والثروه والالماس اللي بابا سايبهم؟ حاج الله يرحمه حط شقه عمره كله في العمليه الاخيره، اكبر عمليه سوليفان، بس انا مقست كل حاجه. انا مكلم اللي هيشتري وهيكيش كمان. مكتبه بابا نجيب اللي في اول شارع نوال، عارفها؟ بس عايزكم تساعدوني تسمعوا كلامي عشان اللي اقوله يتنفذ بالحرف. انت كدبت؟ معنى كلامك ده انك عايزنا نساعدك في جريمتك. ايوه هتساعدني وغصب عنك، يا اما مش هتطول ولا مليم، فهمنا؟ ايه ده بس؟ ايه ده يا مختار؟ ايه ده؟ عشان وادي وادي عبيط انت، بلا اهدى بلا زفت، من هنا ورايح كلمتي ايه اللي هتمشي؟ وبالمره بقى عندي مفاجاه، طالما ايه فتحنا قلوبنا لبعض، انا اتجوزت. لا كمان من غير ما تعزمنا. لا ما انا هعرفكوا على المدام دلوقتي. يا رؤى بنت، يا رؤى اقمر يا اسم رؤوس يا بنتي الاخوات شوية. ست لما 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 ست لما روح امراض لما لما ست لما فرفش فرفش يا فرفش عند الضابط حي ابا من ميت. ايوه يا بنت يا اختي بنت يا يا امي. ده كلام؟ صدقني انا حزين، انا حزين ان مستواك وصل للدرجات. امال مين يجيب لي حقي؟ مراسي باتمان. وليه باتمان ليه؟ ما اولادك موجودين ولا انت متبنيانه؟ لا يا حبيبي، ده انت حبيب عمري، ده انت حبيب قلبي من جوه. بس واطي بصراحه ربنا ما حدش يضمن حد اليومين دول. انا رايك يا حاجه، ولاد الحلال ما خلوش لاولاد الحرام حاجه. المهم بضاعتنا معانا. يا نهار اسود، البضاعه بتاعتي البلاعه مختار. لا بلاعه، لا بلاعه، لا انزل معايا كمال الميه. كمال ده فين فين؟ انا اسمي عطره يا عم، مش وقت قفشات. انزل معايا الميه. شقع عمري، شقع عمري ضاع كده برضه يا مختار تعملها فينا. الله يرحمك يا حاج، دي كانت شغلته هو وابو دقموشه والدفاه. انا مش عايز دم، شاع عمري راح. حرام عليك يا مختار، جبت لنا يا مختار. مش وقت كلام، انزل معايا يا امي. حرام عليك، شاع عمري راح. جبت لنا العار، جبت لكم العار، ده انت اللي جبت لنا العار. انتوا اللي نقيتوا فيها، انتوا اللي نقيتوا فيها. خرابي يصابوا بجفاف وبكره يتعوروا. قولوا للي اكل الفراخ يخاف، يا اخوانا لا تصفروا، دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكره يتعوروا. هشوم استناني، هعد عليك انا والدفاس. يا فسواني يا فسواني، ملك قافش يا ابن الناس. يا ابو دهشوم استناني، هعد عليك انا والدفاس. عايشين حرام في حرام، وعيشه شمال دقوا المزاهر بخروا.
قولوا للي اكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكرة يتعوروا قولوا للي اكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكرة يتعوروا ابويا بابا اللي ورثته دبسني ولا انا دبسته ابويا بابا اللي ورثته دبسني ولا انا دبسته مش تركلا مش تركلا مش تركلا دي مصيبه قولوا للي اكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكره يتعوروا قولوا للي اكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا أجمل التهاني والأماني والأغاني للسيدة الكونتيسة. أشكرك. مبروك سيدي الدوق. أشكرك صديق العائلة. لقد تأخرت. نعم كنت أعمل شعري. كم أنت وسيم؟ شكرا. ممكن سؤال؟ اتفضل. لو قبلت أختك أو نصبح نسايب؟ لا نصبح خالصين. امرح امرح فلندخن الغليون يا أصدقائي. هيا بنا نمرح. لا أتخيل حتى الآن أن الكونتيسة مارغريت أصبحت زوجتي. هل أنا أحلم؟ لا يا عزيزي لقد تحقق الحلم لأننا سوف نمرح سويا في الحدائق بين الزهور والورود ونتأرجح معا على الأراضيح. أشكر الرب الذي جمعنا سويا وأعدك أنني سوف أسعدك أيتها الكونتيسة الظريفة اللطيفة. وأنا أعدك أننا سنحيا معا أجمل أيام الحياة. مبروك عليك يا أختاه هذا الزوج الغني السري المريش. انك دائما تتميزين بالحظ السعيد وعوافه. وانا اتمنى لك حياه سعيده مع فيفيان اخ في القريب العاجل. ده عندهم ميلالو. ام ميلالو زوز خمسه وخميسه. مبروك مبروك يا ابنتي. ضحى في عينيك سيدي انها كالزهره الفلوكسيه لا تهملها. اطمئن يا عمي فابنتك كالماء والهواء والغليون. انت جاي تفضحني؟ بقول لك ايه؟ الراجل جاي يناسبنا. ما هذا؟ هذا حدث. مارغريت ما انت؟ مارغريت يا كونتيسة هل انت؟ لقد قتلت الكونتيسة. عشيقتي ابنتي. اشرب بيه. ايوه يا باشا. بقول لك ايه؟ امرني يا باشا. هات ابوك روح المستشفى شوف اخويا ابراهيم بيقولوا عيان قوي. اخوك مات يا باشا. وخليه ايه؟ اخوك مات. مات؟ يا باشا. طب بقول لك ايه؟ شوف لي الزمالك عمل ايه مع بترو جيت امبارح. انا يا باشا. وعايز طلب كمان. اقفلوا كوبرا عصر النيل من 3 ل 3 وربع. سمر يا باشا. ايوه عشان العيال رايحين لجدته. بيحصل يا باشا حالا. والساعه 6 اقفلوا كوبري الجامعه. افتحوا لهم جنينه الحيوانات. ايوه خليهم يلعبوا مع الحيوانات. قول للواد ميدو ابوك بيقول لك العب مع الاسد هقطع رقبته لو لعب مع القرد او اي حيوان تافه. حاضر يا باشا.
بالسلامة. استنى يا شريف بيه. عمر بس. بعد المهمة دي اعتبر نفسك مفصول ومتحول للتحقيق. يلا حبيبي. اهلا. يا رب زدني رعب. انت زفت الطين. تمام سيادتك يا باشا. ايه ده؟ انت مين يا سياده الامين؟ جيت هنا امتى؟ ايوه لسه جاي امبارح يا باشا. كنت فين قبل ما تيجي هنا؟ كنت في مباحث الصعيد. اهلا بالصعيد واهل الصعيد. وايه اللي جابك؟ عملت ايه؟ مصيبه ولا ايه؟ ابدا يا باشا، انا كان مكلفيني بمهمه، سبت المهمه واخدت العيال ولادي عشان افسحهم. حلو قوي. سبت المهمه لميري وخدت ولادك تفسحهم. ايوه يا باشا. طب ده كلام جميل قوي قوي قوي. حلو. ما خدتش فيها حكم ليه دي؟ ما قالوا لي بدل ما هنسجنك هنوديك لضابط تخدم معاه، تتمنى السجن بدل ما تخدم معاه. هم قالوا لك كده؟ يا باشا قالوا لي كده. وقالوا لي قالوا لك ايه عني كمان؟ قالوا عنك يا باشا انك يعني قاسي شويه. وايه كمان؟ وانك عنيف قوي. وايه كمان؟ وانك ظالم ظالم قوي قوي يا باشا. الحمد لله. اهم حاجه ان الواحد سمعته تبقى طيبه في كل مكان. الحمد لله. حلو قوي. يبقى انت جاي ومش ناقصك حاجه. عارف هتشتغل مع مين؟ تمام سيادتك يا باشا. افرد ظهرك يا سياده الامين. هو اللي تشوفه سيادتك. الرجاله اللي معايا تقف ساكته. حاضر يا باشا. انت عارف ايه اللي نجاك؟ ايه؟ ان انت من الصعيد وانا بحب الصعايد. رجاله اقف انت بقى يا امين. يلا غور هات لي المتهم. اللي تشوفه سيادتك. السلامة. قدامي قدامي. ايه ده انت داخل عليا بالجزمه؟ انا لابس. يلا جزمه. ما تشوف شغلك يا سيادة الأمين. تمام سيادتك. مدخلني متهم بالجزمة. لا خلاص شلناها. سمعت عني إيه ياض؟ قالوا لي إن أنت مفترق. لا ياض. كلموك على الخاتم بتاعي؟ لا. أنا هوريهولك. فين يا باشا؟ إيه رأيك؟ حلو. هاتوا. تعالى عشان أوريه الخاتم اللي في الإيد التانية. وإيه رأيك في ده؟ هاتوا. انت يا ده اللي قتلت الوليه؟ انا قتلت وليه يا باشا؟ انت اللي قتلت الوليه ولا لا؟ والله ما قتلت حد. انت شكلك هتتعبني. شكلك هتتعبني. تعالى. حاضر يا باشا. كنت فين يا واد سعد وقوع الجريمه؟ كنت ماشي في الشارع. وايه اللي ماشيك في الشارع؟ كنت راح افطر فول. يعني مفيش فول الا في الحته دي، ما مصر كلها عربيات فول. هو ده احسن راجل بتاع فول. قال انت هتصاحبني وتنصحني اكل منين؟ انت هتنصحني؟ ده بس حلو يا باشا. مالكش دعوه يا سياده الامين. تمام يا باشا. وتفرد. حاضر. فرد. يا باشا. تعالى. شكلك هتتعبني وهتطول معايا. انت شارب ايه يا واد؟ انا يا مبرشم. انت مبرشم؟ والمصحف. مبرشم. والمصحف شارب. لا ما بتحبش بالمصحف. بلاش ما بحبش كذب. شارب كوكتيل. مبرشم. شارب كوكتيل. يبقى مبرشم. ما هو كوكتيل ايه؟ فخفخينه يعني. ما هي بلاوي سودا. كوكتيل جوافه يا باشا. انت هتطول معايا. هتطول معايا. وضرتني. وضيعت عليا درس الايروبكس بتاعي. رد على الزفت ده. تمام يا باشا. الو. ايوه سعاده الباشا. ايوه سعاده الباشا. بيعمل ايروبكس. ايوه مع المتهم يعني. ايوه. لا والله. قول لي يا باشا وانا ابلغه. ايه 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 في ايه يا سياده الامين؟ تمام هبلغه يا باشا. مع قدامي. سلام يا باشا. في جريمه يا باشا وحصلت ولازم نتحرك دلوقتي نروح. جريمه ايه؟ جريمه قتل يا باشا. ما انا في ايدي جريمه زفت قتل. لما اخلص منها مين اللي كلمك؟ اللي كلمني المساعد الوزير يا باشا. تمام تمام. قال لك ايه سياده اللواء؟ قال لي الجريمه دلوقتي حصلت ولازم نروح في قصر الكونتيسا مارجريتا. قصر ايه؟ الكونتيسا مارجريتا. قصر الكونتيسا. ايوه مارجريتا. انت متاكد ان انت بنقول من المباحث؟ أيوة. ولا من سرات المجانين؟ لا والله هم اللي قالوا لي في التليفون يا باشا. وقف عادل. تمام وقف عادل. قصر الكونتيسا. ايوه يا باشا. فين القصر ده؟ في كراتا يا باشا. كراتا. كمان حلو قوي. امتى حصلت الجريمه دي؟ حصلت من 180 سنه. من ايه؟ من 180 سنه. سياده اللواء قال لك كده؟ ايوه. ماشي. الداخليه عايزه تجنني، بس انا مش هتجنن وهحقق في القضية دي لو من 1000 سنة مش 180.
قامت الساعة كام من 180 سنة؟ قامت الفجر يا باشا. وحياة النبي انتوا عارفين ان هي قامت الفجر؟ عارفين من 180 سنة. انا معاكم للاخر. انا معاكم لايه؟ للاخر. للاخر. قول لحاجتك لما وحصلني وياك تنسى حاجة. حاضر يا باشا. شو ساعتك يا باشا. حلو قوي. لا فعلا شكلهم من 180 سنة. ماشي. ايه الزفت اللي انت جايبه معانا ده؟ من ساعتها قلت هات كل حاجة معاك. هو ناقص غباوة، ناقص غباوة. لا احونا في أي حتة. تعال نشوف الجنون اللي احنا دخلنا فيه ده. 180 سنة. عايشين ما بيعجزوش، ما بيموتوش. حلو قوي. ورينا يا حبيبي. حلو قوي. بحضر محضر سكر يا حبيبي، حضر. العب يا بابا. العب بس. والشعر والفساتين من 180 سنة. أنا معاكم للآخر. أنا معاكم للآخر. حلو قوي. حلو. خلي بالك من البنت دي. تمام سلام. آه ممسوكة ناشفة في بلاد دكرور ثلاث مرات. أخرها على عيد الصغار اللي فات. اللي بيقولوا لك ناس من 180 سنة. أنا معاهم للآخر. أما نشوف وادي الجمل وادي الجمال. تمام سلام. مين الأفندي ده؟ ما شاء الله. حلو. لبس ده متأجر. الواد ده شكله مش مريحني، عينك عليه. تمام يا فندم. ومين اللي بيقوى ده؟ وريني يا حبيبي. يا صلاة النبي، بانجو كمان. حلو قوي. تلبسه بوريك، تلبسه خش، انا معاكوا للاخر. ومين اللي قابل البعات هناك ده لوحده؟ تعال يا اخويا. تعال ده متأثر قوي. شكل القتيل امه. معلش هنعرف كل حاجه. هات يا حبيبي هات. امسك. حرز يا اخويا اللي جاي تشم محرز. لكش انت دعوه. وريني يا حلوه. يا صلاه النبي حلوه قوي. قضايا مضمونه، بانجو وخمره، حتى السماله، وناس مش عايشه الواقع اللي احنا عايشينه، واستهبال. لكن انا معاهم للاخر. بص يا اخوانا، انا اللي انا عايزه معايا في المكان عيله القتيله بس، كل الضيوف بره. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي. قلت لك تحفظ على الزفت ده. تمام يا باشا. يلا برا. يلا برا. 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 انا هتجننوني هجننكوا. اطلعوا برا. من الاخر. اشربوا اشربوا. حلو قوي. انا الدوق فالكاو زوج الكونتيسة مارجريت. اهلا. وعندي معلومة مهمة قوي يا باشا. انت عارف ان انا بطل الجمهورية في حقوق الانسان ولا لا؟ طبعا. يعني عايز معلوماتك تكون صريحة ودقيقة. يا إما هطير رقبتك. عشان كده عندي معلومة مهمة جدا. قول. أنا أكتر واحد شاكك فيه أبو القتيلة، لأنه عايز يورثها. حماك؟ طبعا. يقتل بنته عشان يورثها؟ هي دي الحقيقة. يا الدنيا جرى فيها إيه؟ ماشي. بس أنا ما قلتش حاجة يا باشا. لا عيب يا واد. أنت بتعمل النهاردة؟ أنت منين؟ من الدقي. ماشي. نام يا سيادة الدوق. نام يا باشا. باشا. أنا دوق محترم يا باشا. أنت مين؟ أنا دوق محترم. أنت لسه مصر إن أنت دوق؟ يا باشا. امسك عواد. عيني يابا. امسك عواد. عيني يابا. عيني يا حرامية يا ولد الكذاب. عيني يابا. إحنا في سنة كام يا واد النهاردة؟ 1812. برضه عايزين تجننوني. ماشي. دي الحقيقة. ماشي. قتلت بنتك ليه يا راجل؟ أنا ما قتلتهاش. أمال إيه؟ الدوق ده هو اللي اتجوزها. أيوه. وهي اتكنتلت من 3-4 أيام. اتكنتلت من 3-4 أيام؟ بإيده يا باشا. والنبي. بإيده يا باشا. وأنت كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ كنت هنا. كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ باشا. ثانية باشا. ثانية واحدة اخلص. انا عندي معلومة تانية مهمة. اخر جملة قالتها له القتيلة قبل ما تموت، مش هديك مليم احمر من ثروة كوزي. مليم احمر من ثروة كوزي. ده دافع اكيد انه يقتلها. طبعا يا باشا. ماشي. بس باشا انا ما قلتش حاجة. لا عيب. ده انت بتعمل النهاردة. انت منين يا من امبابة يا باشا؟ اجدع ناس. ارفع يا سيادة الدوق. قتلت بنتك ليه؟ الحقني يا ابني. الحقني هتلحقكم. هتلحقك. وعامل لك ايه يا بوريكم؟ عايزين تجننوني. حوادين الراجل اتحط في السبيرتو لحد ما اجيله. اللي بعده برضه مش عايز تعترف. اعترف بيه يا باشا. معلش يا حوادين. تقرب ايه للقتيلة انا؟ انا اخوها الصغير. اخوها؟ اخر مرة اختك كانت بتعمل ايه قبل ما تموت؟ كانت بترقص. في حد يقول علاقته بترقص؟ احنا في سنة كام يا واد دلوقتي؟ 1818. برضه مصرين تجننوني. ماشي. ماشي. اختك اخر مرة دخلت الحمام امتى؟ امبارح الصبح. وانت ايش عرفك؟ بتبص على اختك من الحمام يا واطي.
باشا. ليه؟ انا شاكك في الواد ده كمان. ليه؟ ابوها كان بيعملها احسن منه. آه. وكمان كان قطع عنه المصروف. تمام، يبقى ده المبرر انه قتلها. طبعا يا باشا. تمام، بس انا ما قلتش حاجه يا باشا. عيب، انت معايا من النهارده في مكتبي. انت منين يا ار؟ من حوش عيسى. احسن ناس حبيبي. انت يا ار عوضين. يا باشا يقعد في السبيرتو اللي بعده. انا اللي محتاج السبيرتو. شكلك كده بقالك فتره ما عملتش ضوافرك، وانا هساعدك في الموضوع ده. اه كفايه كهربا بقى، كفايه ضربت يا ابن الهبل. ده انا مش هشيل لك ضوافرك ده عبيط. اه طب بلاش الصباع ده، بلاش الصباع ده. يعني ده هيفرق عن ده؟ طب خد ده. اه علاقتك ايه بالقتيل يا ياض؟ انا حمدي ارضوان صديق العائله. اه كنت احبها حبا جما. اه كنت اريد ان اغتصبها في الجبل في المغاره. اه بس الدنيا كانت ضلمه وانا بخاف من الضلمه. ده ذكر يا ياض. ماشي. الواد ده اكيد هو اللي قتلها. ليه؟ بقاله فترة بيحوم حواليها، ده غير ان انا نفسي كنت هقتله. مية مية، يبقى هو اللي قتلها. بس انا ما قلتش حاجة يا باشا. عيب، ده انت معايا في المكتب النهاردة. انت منين يا ار؟ لا الحقيقة مش فاكر. طب تمام، استناني بقى عشان عايزك في كلمتين على روقان. عينيا يا باشا. اتفضل، خد دي هدية مني. آه. عوضين يا باشا، حطوا له منوكير. تمام يا باشا. بقول لك ايه؟ ايه؟ افكك وتعلمني البيانو؟ تعال يا باشا ابوس ايدك، الراجل ده بيشعرني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس. ايوه يا باشا. انت مين؟ انت مين؟ ومين؟ انت منين يا ياض؟ من امبابه ولا العجوزه؟ عايزين تجننون؟ عايزين تجننون؟ انا من الدويقه يا باشا. من دلوقتي من الدويقه. ها؟ ولا ولا مش انت ابراهيم ليه يالا المسجل؟ مش انت اللي خطفت عربيتي من قدام القسم قبل كده؟ والله انت سجلت حاجه. انا اللي في انا اللي في ادوك يا باشا. انت عايز تختم والله يا باشا؟ تختم؟ انت عايز تجننوني؟ تتكلم ابوك اسم؟ ده انا هشيلك دي و40 قضيه تاني يا باشا. انا قلت يمكن تترقى ولا حاجه. هوريك انت ايه؟ هوريك انت ايه؟ خلاص يا باشا، خلاص يا باشا، الحمد لله يا باشا. شوف انا هشيلك ايه؟ شويش. تمام يا فندم. تعالى خد بيدي خرجنا، تعبت من كتر الضرب يا باشا. اه يا نفسي اعمل فيك حاجه احتكرك فيها يا باشا. قوم يا ار، قوم ودي وسيبني. طيب روح معاه وسيبني انا في 180 سنه دول. تم بحمد الله كده القضية اتظبطت 100 100. ازاي يا باشا انا اللي قاتل؟ انت كذاب وما عندكش ضمير، انت ما قتلتش. انا بقول لحضرتك انا اللي قاتل. وانا بقول لك هتقابل ربنا ازاي يا راجل بكذبك ده؟ مش انت اللي قاتل في المسلسل؟ انا اللي قاتل وما ينفعش ما يبقى باشا انا اللي قاتل. لا انا هخليه قاتل وتحرق المسلسل. عايز حاجة تاني يا باشا؟ لازم اكون انا قاتل عشان القاتل ما حدش يتوقعه، لان انا اللي قاتل. انت خلاص المتهم اللي عندي ما حدش يتوقعه خالص، وانا اوريهولك دلوقتي. مش انتوا عايزين تجننوني يا بتوع 1800؟ انا اوريكوا الجنان. هات الواد اللي معانا المسجل. تمام يا باشا. بس استنى عليا، استنى عليا. تعالى يا ياض، امضي يا ياض ان انت اللي قتلت الكونتيسة. امضي هنا. امضي يا باشا، الناس دي مجانين ولا ايه؟ مجانين، انتوا لسه شفتوا جنان. امضي وخلصنا. يلا اخلص. هات يا حبيبي كده 100 100 القضية وزي الفل، وانا اقوى ضابط مباحث شافته المنطقة، وهوريكوا في المحكمة. قشطة؟ انا بقى هتجنن معاكم. مش انتوا عايزين تروشوني ب 1800؟ انا هاجي معاكم 1800. ادخلوا الراقصات، شغلوا المزيكات، يلا يلا. انبورت الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سهر جديد. لا خف بتروح لما بتضحك بتروح لغاية. انبورت الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سهر جديد. قتلوكي وكانك تسع. دول كان تيسوكي، كان تيسوكي يا كونتيسا. قتلوكي
كيسوكي قتلوكي وكانك تسا دول كان كيسوكي كان كيسوكي يا كنتسا قتلوكي قتلوكي وكانك تسا كتر التحري قطم وسطي ارتحتي لما اتكنتستي وفي يوم وليلة انت خلصتي من اللي قتلك يا خبيثة كنتسا كان كيسوكي كان كيسوكي يا كنتسا تاريخي حافل كاكاكا مباحث سنين بدور وتعص غريب في كايرو يا ناس حاسس اني تايه بترقص يا مجرم الدلون حزين اتهدوا بقى محناش ناقصين هيا خسارتنا كنتي ستنا كانت ست مجدع وحسيسة ويا خسارتها الكونتيسة كانت سوها الكونتيسة ماما المواعيد دي وحبهان ايه اللي انت عايزاه من هنا مش فاهم انا وترميات وناس قاعده على القهاوي بس جو حلو جو ظريف الله 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 عيني على اللبان واللي من اللبان اهلا ايه ده في كده هنا يا اختي عودي في القهوة بتاعت اتفضلي يا حبيبتي ما شفتيش انتي بقى حتتين القماش اللي انا جايباهم وانا جاية من لبنان تحفة والله يا اختي لو اخترتي حاجة من القماش ده يبقى يا سعدك يا هناكي وديها يا رور الحمام عشان نشوف الحاجات اصل الحاجات دي بتتنازل تعالي يا حبيبتي يا كنان الشيشة مساء الخير يا سي خميس ازاي والدك وقول له الف مبروك على موت والدتك هو في حد اسمه خميس وانا بكلمه؟ لا فعلا لا دي حيله رخيصه مني عشان اقول لك مساء الخير عبد العال حسين عبد العال هوب ايدي يا هاني ولا انت حكومه انا حكومه ايه ما انا مالي ما انا لابس ملكي حكومه ايه يا هاني ما هو انا لابس ميري قدامك ارجوكي عليا النعمه لو طلعت حكومه ملاك دي يعني لو سمحتي عندي مشاكل في الغضاريف لو تكرمتي ده انا غلبان شكلك ابن حلال اقعد من الاخر من غير لا لف ولا دوران عشان انا ما عنديش وقت انا اول ما شفتك اتشدت لك وانجذبت لك انجذاب رهيب رهيب هل من حقي اسالك بتشتغلي ايه ولا كده ابقى تعديت حدودي لا نو بروبلم خالص انا بقلب النسوان اوه سوري بتقلبي النسوان اللي هو التقليب زي الحركه بقلب النسوان بتقلبي هايل هايل عايز اقول لك ان دي حاجه جديده في المجتمع ما حدش سبقك فيها جو اهيد ربنا معاكي اصل انا بحب التقليب قوي تحب تشتغل معايا يا عسل لا اشتغل معاكي ايه انا عايز اقولك من اللحظه دي شغلك حاجه وحياتنا الخاصه حاجه تانية يا مصيبتي
حياتنا الخاصة؟ لا بقول لك ايه، انا بنت شريفة. اوه ما كسريش الصورة اللي انا عجبتني فيكي، انا حبيتك ان انت مش شريفة وماشية شمال وبتقلبي النسوان. ايوه شريفة ايه بتاع ايه؟ خلينا في الشمال لو سمحتي. ممكن اتجرأ واقول لك ان انا حبيتك؟ حبيتني؟ مجنون ده ولا ايه؟ طب انا اسمي ايه؟ انت تعرف اسمي اصلا؟ ما بالطبيعي كده، ده السؤال اللي جاي. اسم القمر ايه؟ سوسكا. عارفه يا سوسكا؟ قبل ما تتكي على ايدي تفرميها حسيت اني عايزه ترقع صوابعي، رحت انتي عاملاها، فحسيت ان دي اشاره اني اجيب ماما ونجي لكم البيت ونقول المراد. ماما؟ طبعا. بجد يا اخويا والنبي؟ طبعا. وقول لي بقى، هي امك دي بتلبس ذهب وصيغه وكده؟ اوه بتلبس؟ دي كلها ذهب في ذهب، كله بقت عندها قطع ملابس ذهب، بابا كان جايبها لها من خزندار زمان. ذهب ماما عباره بمسمينها الست ذهب في الشارع. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لا ده انت لازم تشرب حاجه والله. يا كناني ايه اللي كل شويه كناني كناني ونيجي نسال على الخساب تقول لي استني استني. انا مش يعرف ازاي انت بتهزم بقلبي كده وانت ليك ديون كتير. انت يا كناني انت جاي من انهي بلد؟ عبيط ولا ايه؟ ديون ايه؟ هي قاعده مع هوا؟ ده كل الديون هتدفع وعليها البقشيش كمان. ايه ده؟ طبعا انت غني؟ غني غنى انا معرفوش، مش عارف حدود ثروتي لحد دلوقتي وصلت فين. بقول لك غنى رهيب يا كناني. قد البحر؟ قد اكبر من البحر. جميل كناني جميل، محلها الخواجه صغنون. هي بقى ليها ديون قد السما. بقول لك كله اتدفع وعليه بقشيش ليك وحلاوه. بقول لك اما نتجوز سوسكا نجيب كناني يبقى معانا في البيت يخدمنا في البيت. ظريف. حبيته حبيته حبيته. يجيبه ونعذبه. يلا يا كناني حجرين معسل واديله من المعسل بتاعي. ما رديتيش عليا في موضوع الجواز يا سوسكا. زوجتك نفسي. زغروته يا كناني. كفايه كناني كفايه كناني كفايه كتير كده كتير، هي واحده وخلاص. خواجه مرسي يا كناني، باين عليه غلس قوي كناني. هنعذبه مش هنجيبه البيت ولا نشغله معانا، شكله رخم قوي. انا فرحان قوي يا سوسكا. خلاص فعلا فعلا، اذا كنت بضحك عليكي من شويه دلوقتي بجد انا هجيب ماما وهجيب لكم البيت عشان اتشرف بالعيله كده. يلا يا ماما هنتاخر، عيب اهل العروسه قولوا علينا ما عندناش ذوق. بلانيلا مستعجل على ايه؟ دي جوازة الندامة. جوازة الندامة؟ دي كلمة أم تقولها لابنها يوم فرحه. مرسي قوي مرسي. يا شيخ ايه ده؟ ده يقول له اليوم نحس من أوله. فين النحس يا ماما؟ اليوم زي الفل. مش معنى ان انت وقفتي ساعة تعملي الباروكة ودايسة على الصابونة لازم تزعلقي. ايه علاقة الصابونة بالباروكة بالنحس؟ أرجوكي بقى يا ماما كده كتير ما تزعلنيش. اتفضلي حبيبتي. اتفضلي 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 اتفضلي. ايه تقاطع يا رب؟ الإزاز بيكسر يا نهار اسود. الدور اللي فوق بيقع يا ماما. في ازازة شقتنا اللي بتتكسر. ايوه صح. لا انا هطلع اموت في الشقة فوق. ده ما تموتي في العربية اقرب على الاقل اسعفك. وبعدين ليه الموت والكلام ده؟ ماما اتفقلي بقى. اتفضلي حضرتك اتفضلي، انت اللي موترانا ومعصبانا، اليوم ماشي زي الفل. اتفضلي. مفكرين يا ماما نفوت على تسيب بس نجيب لهم طبق بسبوسة ولا حاجة. اتفضلي اتفضلي انبسطي بقى انبسطي كده واتفقلي، ده فرح ابنك. يا نهار اسود ومنيل، نسيت مفاتيح العربية، النبي ما طلعت بسرعة جري كده هاتيها وتعالي. وانا اطلع اجيبها ليه؟ أنا معايا نسخة تانية. تسلم إيدك تسلم مدى. إيدك تسلم إيدك يا ماما. مش ده اليوم اللي كنت بتتمنيه بذمتك؟ اقعدي كده انفخي، اقعدي اقعدي اقعدي. صدقي يا ماما شكل الجوازة دي خير لأن أنا متفائل جدا جدا. يا لهوي في إيه؟ المرة بتاعتنا بتقع. بتقع يعني إيه؟ يا نهار أسود ومنيل. أنا قلت لك أنا كنت قدامك. أنا شفتك يا نهار. أنا شفتك يا نهار. أنت في الطريق يا بطل. طيب طيب أنت في المطرات. يا لهوي. فين يا عبد العال؟ جايب الكرموز يا هانم، كرموز يا امي، ارقى مكان في اسكندريه. لا تقول يا ابو قير بقى ولا العصفره، كرموز. بصي 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 الشغل اللي في البيت يا امي، ان شاء الله انا سايبي هتنبسطي معاهم قوي يا ماما. يلا بقى. ما قتلتهاش والله العظيم، ما قتلتها والله، ما قتلتها يا عم والله ما قتلتها. عبال ساك عبال. الحمد لله جماعه مستنيينك فوق. مبروك يا عريس. الله يخليك. اتشكر قوي. مين دي؟ امي. والله ما قتلتها يا عم. يلا ما قتلتهاش. مين ده يا عبد العال؟
الاول. ده اخو السوسكة اللي انا اخطبها الصغير، ظريف قوي. يا دي المصيبة. مصيبة ايه يا امي؟ ده بيروش مع الظباط اصحابه. يا ماما احنا داخلين على نسب يشرف، ما تقلقيش. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجوك يا ماما ما تنكديش عليا بقى، انا مش جايبك حتى اي كلام. لو سمحتي صدقيني هتنبهري بيهم، هتنبهروا. اتفضلي اتفضلي. مين ده؟ ده اخو سوسكا الكبير يا ماما، هم فرحانين بيكي. هم العيله دي لما بتفرح بينطوا في المنور. يا مصيبتي. وده مات؟ لا يا ماما بيلعبوا تحت في المنور. ما تشغليش بالك بقى، لو تكرمتي احنا داخلين على نسب يشرف. اتفضلي اتفضلي يا هاني اتفضلي. ما شاء الله شغل السرايات، ما شاء الله. اتفضلي يا امي. يا ميت مرحب، يا ميت مرحب. خطوة عزيزة يا ام الغالي. يا اهلا يا اهلا بالعريس، نورنا. اشكرك. منورانا يا ابله. الله يخليك نورانا. الله يخليك. اعرفك يا ماما، الاستاذ حسب الله يبقى عديلي جوز اخت سوسكا، واخت سوسكا اللي هي مراته تبقى اللي قدامك القمر دي ريا. منوره يا حبيبتي، ورحمه اخويا الغالي اللي لسه هتفى دلوقتي، لان كرامك اخر كرم يا سوسكا. سوسكا العروسه. العروسه العواف. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. الله يعافيك يا ست البنات. يا دي عمعان، والله انا مش مصدق ان انا معاكي وفي وسط اهلك. جبت لي ايه؟ جبت لي فلوس؟ هديكي كل حاجه تحت امرك. انا جبت لك معايا عارفه ايه؟ بسبوسه هتاكلي صوابعك وراها. والله كلك كرم يا ابو نصب، كلك كرم. بقول لك ايه يا حسب الله، تسيب لي حته انا والعيال، انا عارفاك تفس. جريه وليه العلبه دي وقعت في ايدي انا الاول. وحياه امي لغوصك يا حسب الله. والله بالثلاثه ما حد هيلمسها. يا بنتي تعالي، اوعى كده. عايز تسيب حته يا صاصي. ايه يا جماعه، صلوا على النبي. بس بدل ما يموتونا احنا. ملكي حاجه مسروقه عليه، خد الشر وراح. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. الله منوره منوره. ماما ما تقلقيش، ده الطقس هنا، ده اسلوب العقاب عندهم. وبصراحه استفزهم، قاعد ياكل لوحده البسبوسه. في النهايه احنا مالناش دعوه، احنا اتشرفنا بيكوا يا جماعه. ممكن ندخل في الموضوع؟ انا يا ست ريا، الله اكبر يا ست ريا، انا اتشرف اني اطلب ايد الانسه الماسون اختك سوسكا. وكده من غير حاجه يا حبيبي ولا ايه؟ لا مش من غير حاجه، بس لو تكرمت السلاح بس. لا انا تحت امركم، تحت امركم. انا خدام يعني اللي تقولوا عليه. الشبكه تحبيها منين؟ من اي مكان في العالم. وبلد ليه جدا بالموجود؟ هنروح بعيد. الى حاجه اللي حاجه دي عجباني. دي عجبك حاجه ماما؟ لا يا ماما، ده وقتي. مامتي مامتي تتحرق، جدتي احنا هنموت. خلاصي ده الراجل راح في حته بسبوسه. لا يا ماما، لا لا. مبروك يا روح. الله يبارك فيك حبيبي. مبروك. الله يخليك. زغروطه للشبكه كده، زغروطه للشبكه، فرحونا. اه لا، زغروطه للحلقه يا حبيبي. الحلقه عجبك؟ اتفضلي اتفضلي. لا يا ماما، بالراحه على ودنها بس، بالراحه بالراحه بالراحه. قلت لك اخرمي ودنك خرمين يا ماما وخلصينا. حاجه وحياتك خاتم. ما بتخافيش يا ماما. الف مبروك يا روح، الف مبروك. ها وبعدين كمل. على ايه؟ انا تحت امركم يعني، انا اللي هاخد المهر. حاضر، يعني شوف الرقم اللي انت عايزاه، اكتب لك شيك وروح البنك على طول. لا والشيك ليه؟ معلش معلش يا ماما، ما انت كنت هتدفعيها. فلوسي ايه؟ ما انت كنت هتدفعيها يا ماما. تحت امركم. انا عندي اقتراح يا جماعه. ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ في ايه يا جماعه؟ يمكن هيدفوا لنا تورته يا ماما، يمكن عيد ميلاد وعاملين لنا مفاجاه. يا رب استر. ما تخافيش يا ماما، يا ماما خدلتي دراعي، خدلتي دراعي وخوفتيني قوي. طب خلاص، ما انا كمان متنايل مرعوب، بس لازم اظهر كعريس ان انا ذكر يعني. هم اكيد عاملين لنا حاجه مفاجاه، مش ممكن يزعلونا. امسكي امسكي دي. طيب فرمتي كوعي. يا ساتر يا رب، وربنا خنقك زي ما خنقوا الراجل، ما تزعقنيش بقى. انت هتعيطيني، هتعيطيني في يوم فرحي. يا ماما ارجوكي. يا سوسكا، يا مدام ريا، يا ماما خدلتي دراعي. انا شاكك في العيد. ايه ده؟ بيحتفلوا بيحتفلوا بينا. بس يا ماما، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي. خلاص يا ماما، خلاص خلاص. ماما انت شفتي حاجه عدت كده؟ جثه جثه. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإن الله راجعون. يمكن يا ماما بيتهم معدي على الشارع فممر ناس ماتت، هنعمل إيه؟ ما ترعبنيش بقى. جثة، ده لبس. ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش. العيلة دي وحشة. ما تخافيش. لا لا، دي ناس، دي ناس أطهر ناس. بس إحنا هو في حاجة مش فاهمينها. إيه ده؟ عفريت عفريت. إيه يا ماما؟ ده تلاقيه ابن أخت العروسة. أنت عارفة الأطفال في الأفراح بقى قلبي هيقف يا ماما، قلبي هيقف. بس
حولك قلبها يقف بتردي. انت ماشية ورا ميت اسود البلدي ده يا ماما. طب تخلي شوية ده حسن ده لمسني. لا تعالى حبيبي. ده لمسني. بس. تعالى اخوي. انا مخايفة على رجع حبيبي. الله ما شاء الله. شكلهم خايفين على عيالهم تتحس مغطيين وش الطفل. اهلا حبيبي. اهلا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد. في انا؟ في انا يا ماما ولا فيك يا اللي قاعدة ساكتة وضحكوا علينا في الاتفاق؟ اولا ما اتفقناش في الفرح هنعزم كام وهم يعزموا كام، الصيني الخشب العفش كل ده ضحكوا عليا عشان حضرتك قاعده تترعشي. خليكي كملي رعشتك بقى. كملي رعشتك. انا خايفه. حي رورو وسوسكا دول الاخطر دول الاذكى. رورو سوسكا رورو سوسكا دول الاخطر دول الاذكى. رورو سوسكا ايوه ايوه الاتنين داهية مكر وشر خبسة متناهية. ايوه ايوه الاتنين داهية داهية مكر وشر خبسة متناهية. بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة مسكة رورو سوسكا. بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة مسكة رورو سوسكا. كلها حلال ان شاء الله بيعترمي الشغال. انا عن نفسي باكلها حلال ان شاء الله بيعترمي الشغال. او حتى هسرح بفريسكا او حتى هسرح بفريسكا او حتى هسرح بفريسكا. خلصت على مين يا بعيدة لكن الجميل بالصلع السن متجمعين في التأبيدة. جبت الذهب ده يا حلوة منين خلصت على مين يا بعيدة لكن الجميل بالصلع السن متجمعين في التأبيدة. لكن الجميل بالصلع السن متجمعين في التأبيدة. يا سوسكا عيلتك متماسكة. يا سوسكا عيلتك متماسكة. رورو وسوسكا دول الاخطر دول الاذكى. رورو سوسكا رورو سوسكا دول الاخطر دول الاذكى. رورو سوسكا ايوه ايوه الاتنين داهية مكر وشر خبسة متناهية. ايوه ايوه الاتنين داهية داهية شر خبزة متناهية. بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة مسكة رورو سوسكا. بس مسيرهم والنعمة هيجوا لقدرهم وهيتمسكوا حتة مسكة رورو سوسكا.